صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير منا. صباح الخير والسعادة على ناس وأهل بلدنا في كل مكان. فيك يا مصر صباح الخير والأمل على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وفي كل أرجاء فلسطين. شهر كامل من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، شهر من الخراب والقتل والتدمير، شهر من العمل الهمجي غير المسبوق تاريخيا، شهر من الحصار المفروض على أهلنا الفلسطينيين واللي نتج عنه أوضاع إنسانية غير مسبوقة في تاريخ فلسطين. علشان كده الدولة المصرية من أول يوم من اندلاع الحرب على قطاع غزة بتكثف جهودها بشكل كبير على استمرار إدخال المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة اللي بيعاني منها أهلنا في قطاع غزة. بالفعل يا محمد، امبارح صدر تقرير للهلال الأحمر بيرصد حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة من دول ومنظمات سواء كانت عربية أو أجنبية. التقرير كشف أن مصر بتيجي في مقدمة الدول المنحة للمساعدات للقطاع بحجم مساعدات بلغ 5208 طن، واللي تراوحت بين مساعدات غذائية، مية، أدوية ومستلزمات طبية كمان. كمان منا التقرير أكد أنه في حوالي 26 دولة مانحة قدموا مساعدات عبر مطار العريش اللي مصر خصصته لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ اندلاع الحرب. أبرز هذه الدول اللي قامت بتقديم المساعدات كانت تركيا اللي قدمت حوالي 203.6 طن، الإمارات 22.5 طن، الهند حوالي 38 طن، البحرين 79 طن، باكستان 81 طن. وفي كمان دول أوروبية زي بريطانيا اللي قدمت مساعدات بحوالي 56.3 طن، روسيا 55 طن، وفرنسا 33.8 طن. ده طبعا بجانب المنظمات الدولية، لأن وفقا للتقارير في 6 منظمات دولية قدموا مساعدات زي الهلال الأحمر الجزائري اللي قدم 60 طن، والهلال الأحمر العراقي اللي قدم 18 طن، والكويتي اللي قدم أكثر من 117 طن. الجمعية الكويتية للإغاثة قدمت نحو 31 طن، ومنظمة الصحة العالمية قدمت 45 طن. أطباء بلا حدود قدموا 30 طن. يعني لو ركزنا في كل الأرقام اللي قلناها لحضراتكم هنلاقي إن الدولة المصرية هي الأعلى في حجم وكمية المساعدات اللي تقدمت لغاية دلوقتي لأهالينا في غزة، وده طبعا حقهم علينا، وده دورنا التاريخي اللي بتقدمه مصر دايما لحماية ودعم أهالينا الفلسطينيين. على مدار حلقتنا النهاردة هنتكلم عن ماذا يحدث في قطاع غزة. أهالينا الصامدين قدامهم كتير من التحديات، احنا بنحاول نعمل كل اللي في وسعنا. صباحكم زي الفل إن شاء الله. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. دلوقتي فعلا هناخدكم في الأول كده في جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا معاكم من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة، بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبتفضل مكملة معانا لغاية ميدان العباسية ومسجد النور.
لكن بعد كده في كثافات امام جامعه عين شمس، ده بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات دي لو اخذنا شارع طريق شارع الجيش هنلاحظ هناك برضو ان في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد، شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر. لو مشينا على كوبري اكتوبر هنلاقي برضو في كثافات نسبيه للسيارات بتقل بعد نزله غمره في اتجاه مدينه نصر ومحور النصر. اما الاتجاه المعاكس برضو في كثافات لكنها اقل شويه او بتزيد اعلى غمره وشارع بورسعيد. اما نفق الازهر فبيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الاوبرا والعكس. ونكمل معاكم جولتنا ونروح شوارع الجيزه. في سيوله مريه بميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه من أو إلى ميدان لبنان، وده طبعا بسبب أعمال التوسعة اللي تمت في الكوبري. لكن الاتجاه المعاكس في كثافات مرورية بسبب ده سبب استمرار أعمال التوسعة. شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرية، لكن لو رحنا لميدان لبنان المتجه إلى كوبري أو متجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي هو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. القادم من أكتوبر عبر طريق الدائري في سيولة مرية، وخاصة ده بعد انتهاء أعمال الصيانة لوصلة المريوطية، وبتستمر السيولة حتى وصلت الصفط اللي إلى كثافات اليومية عليها بتكون زيادة على طول المحور، وبتستمر لحد إشارة جامعة القاهرة. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي فيه كثافات مرورية نسبية، وفي أيضا كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة. نروح معاكم الإسماعيلية وهنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. ونروح سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. في كمان كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق. في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في كاترين 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لمحمد ومني علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بالأمس تابع فيه جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وده بالإضافة لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الإلكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، حيث تمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الإلكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية في إطار الربط الرقمي الإلكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.
بالأمس أيضا تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، تناول الاتصال تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة واستعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور داخل القطاع. سيادة الرئيس خلال الاتصال قال إن الجهود المكثفة اللي بتقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددا على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي. وامبارح تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. أكد سيادة الرئيس على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة. وخلال الاتصال اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهلنا بقطاع غزة، مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين. مشاهدينا احنا لسه مستمرين معاكم، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتصل إلى حد ضباب على بعض المناطق. وفي كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة وإيه كمان المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار. هو طبعا إحنا يمكن بنشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، يعني من الأسبوع الماضي ومكملة معانا على مدار هذا الأسبوع. يمكن من أهم دلائل الاستقرار في الأحوال الجوية هي وجود الشبورة المائية الكثيفة اللي احنا كلنا ملاحظينها، يعني كان امس واليوم وخلال الايام الماضيه، وده بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير خلال فتره النهار، فده بيساعد بشكل كبير على احساسنا بارتفاع درجات الحراره، بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، في كمان ارتفاع في نسب الرطوبه حاسين بيها خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، فبالتالي درجات الحراره اليوم تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات عظمى. على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تسجل 32 درجه مئويه، طقس حار فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه في المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. شديد الحرارة في جنوب الصعيد ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن هو مش ملموس أكتر غير في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. الأجواء بتبقى أجواء مائلة للبرودة، وفرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز 10 و12 درجة مئوية، خاصة كمان في المدن الجديدة، المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير. يمكن اليوم الصغرى على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل سجلت 19 درجة مئوية، فبدأنا نحس بالبرودة خلال فترات الليل بشكل كبير في معظم المحافظات. وطبعا مع الاستقرار ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير وكلنا حاسين بيها هي الشبورة المائية. لسه كنت عايزة أسأل حضرتك، هل بيتم التنسيق ما بين هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية لاتخاذ اللازم على الطرق الصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية اللي بيكون فيها شبورة مائية كثيفة، ويمكن حضرتك بتقولي بتصل لحد الضباب كمان؟
بالفعل يمكن في تنسيق كامل بيننا وبين الاداره العامه للمرور وغرف الازمات في كل محافظه، وكمان غرفه دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء اثناء حاله الشبوره المائيه او الضباب، بنرسل لهم الطرق اللي بيكون عليها ضباب كثيف او الحاله الجويه بتبقى عامله ازاي ان كانت شبوره مائيه او ممكن توصل لحد الضباب، وبالفعل بيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه من الاداره العامه للمرور في تنسيق كامل بيننا وبين الهيئه العامه للارصاد الجويه والاداره العامه للمرور. يمكن كلنا ملاحظين اللي بقى في رد سريع دايما بان هم بيتم اغلاق بعض الطرق لما الرؤيه الافقيه بتنعدم على بعض الطرق، يمكن ده تم بالامس، يمكن اليوم كمان الشبوره المائيه كثيفه وصل لحد الضباب في بعض الاماكن خاصه كمان في المناطق الغربيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. حد الضباب يعني الرؤيه الافقيه بتنخفض عن 1000 متر، احيانا الرؤيه الافقيه بتنعدم في بعض الاماكن. صحيح. ومع تكون الشبوره المائيه الكثيف بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا الساعه 4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس حتى الساعه 7 8 صباحا. هي كمان حضرتك كان يمكن كانت بتتلاشى الشبوره المائيه في الستة او 7 الصبح، دلوقتي ممكن بتفضل للساعه 8 او 9 صباحا كمان. ويمكن كمان مع وصولنا في فصل الشتاء ممكن تفضل الساعة 10 و 11، كل ما كان درجة الحرارة منخفضة كل ما كان المدة بتاعت وجود الشبورة المائية طولت أكتر، يعني احنا في فصل الشتاء بنشوفها بتستمر معانا للساعة 10 و 11 صباحا لما بتكون شبورة مائية كثيفة بالشكل الكبير، فلازم ناخد بالنا لأن هي دي الظاهرة المؤثرة معانا. يمكن معانا اليوم متوقع كمان فرص لسقوط الأمطار على ميدانيتي حلايب وشلاتين، أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة ورعدية لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية واللي متوقع استمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع، شبورة مائية كثيفة ممكن توصل أحيانا لحد الضباب، وإن شاء الله مع نهاية هذا الأسبوع مع يوم الخميس المقبل هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، هو انخفاض طفيف ترجع فيها درجات الحرارة للمعدل الطبيعي والأجواء الخريفية المعتدلة فترة النهار بعد فترة الارتفاعات اللي كنا بنعيشها خلال الأيام الماضية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا، لكن خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 32 الصغرى 21، العاصمة الإدارية 33 20، الإسكندرية 30 20، العالمين الجديدة 30 19، مطروح 29 18، دمياط 28 22، بورسعيد 28 22، الإسماعيلية 33 19، السويس 32 20، العريش 30 19، كاترين 26 14، طابة 30 22، حلايب 29 25، شلاتين 32 24، شرم الشيخ 34 23، الغردقة 34 22، فيوم 32 20، بني سويف 33 20، الوادي الجديد 35 18، أسيوط 34 18، سوهاج 35 20، قنا 37 21، والأقصر 36 21، وأخيرا أسوان 37 23. بنأكد على حضراتكم مرة تانية إن في شبورة مائية كثيفة بتصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بنرجو من قائدي السيارات والمركبات توخي الحذر والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور عند غلق الطرق. هرجع مرة تانية لمحمد ومن علشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرك يا دينا. شكرا. شكرك. احنا لسه بنكمل كلامنا ولسه بنكمل دعمنا لاهالينا في قطاع غزه على مدار الايام اللي فاتت، اعتقد ان احنا يعني 30 يوم من القصف المستمر لاهالينا في قطاع غزه، 30 يوم من الجهود المصريه المتواصله، وده طبعا مش هنقول انهم مجرد 30 يوم فقط، احنا بنتكلم عن سنوات كبيره عندنا مصر بتقدم فيها دعم، احنا بنواصل تقديم الدعم لقطاع غزه. والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اطلق بالفعل المرحله الثانيه من قوافل المساعدات الاغاثيه والانسانيه الموجهه لاهالي القطاع، واللي بتضم 15 شاحنه من المواد الغذائيه والمياه والمستلزمات الطبيه اللازمه. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر حول القوافل الانسانيه والمساعدات الاغاثيه مع الاستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. بنرحب بحضرتك، صباح الخير يا فندم. صباح النور حضرتك، اهلا وسهلا. بدا جسر بري انطلق من يوم السبت من القاهره رفح، حابين نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الجسر البري، عدد الشاحنات اللي وصل حتى الان الى معبر رفح. في الحقيقه يمكن زي ما حضرتك اشرت، احنا بدانا الجسر البري من جميع اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من يوم السبت ب
وصول بشكل يومي ما يقرب من 50 شاحنة، معظمها تحمل المواد الغذائية والإغاثية والطبية، وأيضا الملابس الشتوية والبطاطين والخيام، وده يمكن شيء معتدنا عليه من القافلة الأولى اللي كان وصل منها أكثر من 106 تريلا في المرحلة الأولى من وقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مستمرين بإذن الله، غدا إن شاء الله ينطلق القافلة الثالثة في هذا الأسبوع بما يقرب من 50 شاحنة، وبندرس أول بأول من خلال الغرفة المركزية للاتحاد الوطني للعمل الأهلي التنموي كافة احتياجات أهلنا في القطاع وتلبية الاحتياجات بناء على التوجيهات الرئاسية والدور القيادة السياسية في توصيل هذه المساعدات للأهالي في قطاع غزة بشكل مستمر عن طريق المنظمات الأممية وكالة الأنروا في الطرف الثاني أو الجانب الآخر من معبر رفح المصري. طيب أستاذ مصطفى، يعني الدور الكبير اللي بيقوم بيه الشباب المرابطين على المعبر علشان يحاولوا يدعموا أكبر ويقدموا أكبر مجهود ممكن في أنهم يضغطوا كمية المساعدات اللي موجودة بحيث أنها الشاحنة تاخد أكبر عدد ممكن، هل ده مازال مستمر بعد الانفراجة المبدئية اللي موجودة دلوقتي ودخول عدد أكبر من الشاحنات؟ هو الحقيقه كان ده بيحصل في المرحله الاولى من القافله الاولى اللي كنا شغالين فيها، وفضلنا الحقيقه منتظرين يعني اكثر من 10 ايام لحين اعطانا الدور الاخضر لدخول الشاحنات، وكنا بنحاول على قدر الامكان، كان العدد اللي بيدخل عدد قليل، فكنا بنحاول ضغط الشاحنات او العبوه نفسها في التريلات الى اكبر قدر ممكن من المواد الغذائيه او الاغاثيه او الطبيه. الآن الحمد لله أظن إن في يعني دخول عدد أكبر سواء من قبل الاتحاد الوطني للعمل التنموي أو من قبل الهلال الأحمر المصري. الدولة المصرية حتى الآن قدمت أكثر من 5000 طن صحيح. من المواد الإغاثية والطبية والاحتياجات الضرورية لأهالينا في القطاع، ويمكن ده 3 أضعاف الكميات المقدمة من معظم الدول العالم اللي بتبعت لي مطار العريش. فدي قضية القضايا كما يقال عنها في كل المحافل الدولية وفي كلمات السيد الرئيس في الاهتمام بأهالينا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة للقرب الشديد بالحدود المصرية وعلاقتنا القوية بهم وتواصلنا والروابط الممتدة ما بيننا وما بينهم. وده الحقيقة يمكن من اول لحظه كان في توجيه من السيد الرئيس بجهود اغاثيه وجهود المجتمع المدني والاتحاد الوطني للعمل الاهلي التنموي بمباشره المتابعه والاستمراريه والاستدامه في توصيل هذه المساعدات وليست يوم او اسبوع فقط. طيب استاذ مصطفى، المساعدات الانسانيه اللي بيتم تجهيزها للمرحله الثانيه، حابين نعرف من حضرتك مشتمل على ايه من المواد الاغاثيه بناء على طلبات الجانب الفلسطيني، لانه في تواصل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجانب الفلسطيني. ده صحيح فعلا، ده بيحصل تواصل بشكل مستمر، بنعرف منهم الاحتياجات الضرورية. يمكن في الغالب بيكون الاحتياجات الإغاثية والمعيشية اليومية بعد نسوح أكثر أو أصبح هناك في مدارس الأونروا أو اللاجئين واللي تهدمت منازلهم بشكل كامل يتعدى 1.5 مليون، أنا آسف، من السكان القطاع صحيح. بدون منازل، في خيام، لا يوجد أغذية، لا يوجد أغطية، لا يوجد أي ملابس أو أي احتياجات ليهم معيشية بشكل يومي. المواد الغذائية بتركز طبعا على المعلبات أو الأكل السهل في تناوله ولا يحتاج إلى طهي لأنه لا يتوفر هذه الأدوات. بأكد دايما وبستمر في دعم المواد الطبية العاجلة للطوارئ والجروح و الاحتياجات اللازمه للمراكز الطبيه او المستشفيات المتبقيه بعد القصف المتوالي لها بشكل مستمر. لدينا طبعا احتياج للخيام، للمياه، لبعض الاحتياجات لالبان الاطفال. ففي كل ده بيتم توفيره الحقيقه ويتم تلبيته بشكل يومي. بنغير محتويات الشاحنات حسب رصد الاحتياجات من وكالة الأنروا أو من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني أو المنظمات الأممية اللي بتتابع ده على مدار اليوم، وده الحقيقة بتحدثه بشكل يومي عشان ما يكونش فيه تأخير لأي طلبات أو احتياجات ليهم داخل القطاع.
كان يعني تم إطلاق حملة من قبل بنك الطعام المصري ل يعني إطلاق 120 شاحنة بإجمالي 2000 طن من المواد الغذائية بتخدم 150 ألف أسرة في قطاع غزة، وطبعا ده تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 150 ألف أسرة لها احتياجات محددة بتطلبها زيادة عن بيدخل كل مرة، ولا لأ احنا بندخل اللي زي حضرتك قلته بيتم رصده من الآخرين من الأنروا ومن الهلال الأحمر؟ في الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضرتك، مصر بكل المنظمات وكل الجهات، ويمكن بنك الطعام وصناع الخير وحياة كريمة وكل الشركاء داخل التحالف ده، بيقدم بشكل يومي الجانب الآخر في قطاع غزة من أهالينا يحتاجوا في اليوم لأكثر من 100 شاحنة حسب تصريح وكالة الأنروا، وهي المسؤولة عن إعداد قواعد البيانات ورصد الاحتياجات وتسجيل النازحين أو كل من هدمت منازلهم، وبالتالي الاحتياج أكثر بكثير من ما يقدم، وده اللي بتطلبه دايما الدولة المصرية والقيادة السياسية من كل المنظمات الدولية والأممية، بفتح وتسهيل وجود ممرات آمنة لدخول مساعدات أكثر، ومصر قادرة على إرسال كافة الاحتياجات لأهالينا في القطاع، وزي ما بيحصل وحضرتك بتشوفه بشكل يومي وصول طائرات من المساعدات من بعض الدول الشقيقة وبعض الدول الغربية أيضا لترسل هذه المساعدات للمطار، ما يقرب من 1500 طن من كل الدول اللي حتى الآن أعلنت عن وصول الدعم أو الإغاثات اللي بتقدمها. لكن مصر زي ما بلغت أو أعلنت عن الرقم، ويعلن دلوقتي في جميع وسائل الإعلام، أكثر من 5200 طن من المواد الإغاثية والغذائية والدوائية، وده شيء أظن أنه للأسف هيستمر لفترة طويلة مش لفترة قليلة، مستمرين في التحالف إن شاء الله بناء على القرارات والتنسيق الدائم من الإدارة الفنية والغرفة المركزية للتحالف الوطني في رصد كافة الاحتياجات. كل مؤسسات التحالف الحقيقة على قدم وساق وتنسيق مستمر لتوفير كافة الاحتياجات وتعبئة وتكليف باستمرار، وتغيير المتطلبات حسب الظروف والشكل اللي بيظهر لنا من خلال الجانب الآخر. طيب، يعني العمل الإنساني العظيم حقيقة اللي بيقوم به التحالف وراء جهد عدد كبير جدا من المتطوعين والشباب، جنود مجهولة يمكن ناس كتير أو ما تعرفش القصة دي، إن احنا بنتكلم على عدد كبير وأرقام كبيرة من الشباب المرابط هناك في معبر رفح، واللي بيعمل كل جهده أو بيبذل كل جهده عشان يوصل المساعدات دي لأهلنا في قطاع غزة. لو حابين من حضرتك تكلمنا عن حتى الآن عدد المتطوعين، أهم الفئات اللي موجودة دلوقتي في معبر رفح وأدوارهم. خليني أقول لحضرتك، طبعا احنا كنا متواجدين ومرابطون في الفترة الأولى في القافلة الأولى أمام المعبر من عشرات من المتطوعين من جميع المؤسسات، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بعد فتح المعبر والاتفاق اللي تم، أصبحنا الآن كل قوانا ومتطوعينا وهم أكثر من 250 ألف متطوع موجودين داخل مؤسسة التحالف، بيعملوا على التعبئة والتغليف ورصد الاحتياجات وحشد كل هذه الجهود لتوفير ما يتطلبه أهالينا في قطاع غزة، ولكن ليس تواجدهم فقط أمام المعبر، ما يتم وصوله مع الشاحنات مع عدد محدود من المتطوعين وليس عدد كبير. يعني يمكن ده كمان رسالة، إن احنا مش الفكرة فقط عند المعبر، هناك شباب كثيرين من أعضاء التحالف موجودين وبيرافقوا السيارات والشاحنات حتى يتم التأكد من وصولها ونقل كافة المحتويات إلى تسليمها إلى الجانب الآخر في الهلال الأحمر الفلسطيني أو الوكالات الأممية. ولكن الأهم بالنسبة لنا وجودنا هنا داخل مخازننا وداخل فروعنا على مستوى الجمهورية، والحقيقة بنشوف مواقف محترمة جدا من الشعب المصري في كل القرى وكل النجوع وجميع المحافظات في وجه بحري وإبلي، الناس بتتسابق لتقديم الدعم الغذائي وتبرعات من منازلهم وتلبية كافة احتياجات الجمعيات ومنظمات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتبرع لأشقائهم وإخوانهم في فلسطين وفي قطاع غزة، وده شيء الحقيقة كمان بيبين معدن الشعب المصري الأصيل ووقوف وتعبير كل الشعب عن دعمهم بأبسط شيء يقدروا يقدموه لأهالينا في قطاع
غزة، وبيشاركوا متطوعين أطفال من المدارس، شباب من الجامعات. كل يوم بنلاقي آلاف ومئات من المتطوعين من كل الجهات يشاركوا داخل مؤسساتنا وداخل فروعنا على مستوى الجمهورية في توفير وتبرع وتطوع بجهدهم وبوقتهم وبأفكارهم وكتابة رسائل حتى للأهالي في قطاع غزة مع المساعدات. والحقيقة أفكار يمكن بنلاقي فيها معاني عظيمة ورسائل عظيمة من الشعب المصري إلى أشقائهم في الشعب الفلسطيني. أستاذ مصطفى، يعني بدء تدشين المرحلة الثانية من المساعدات، أكثر من 5000 طن زي ما حضرتك قلت مساعدات لأهالينا في قطاع غزة من قبل مصر، تحويل الموضوع من مجرد شاحنات بتقف على المعبر لوجود جسر بري يعمل بشكل يومي. الأمور هتستمر إن شاء الله كده، يستمر الدعم إلى أن يتوقف يعني العدوان على قطاع غزة؟ ده في الحقيقة يمكن بيجي لنا دي تعليمات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة المصرية بمدى الاحتياج ومدى ترتيب دخول هذه الشاحنات. نتمنى من الله أن يتم وقف إطلاق النار، نتمنى أن تنتهي هذه الحرب الغاشمة البربرية اللي يعني بيتم دك وإبادة جماعية لقطاع غزة. أبدا مش هنكون مبسوطين أن احنا هنفضل في هذه الكارثة الإنسانية اللي بتحصل، عدم مراعاة أي قوانين دولية. بنتمنى كجهات إغاثية ومنظمات أهلية وكل أعضاء الاتحاد الوطني أن يزول هذا الغم وهذا الأزمة الإنسانية اللي يمكن يعني بتطال كل طفل وكل سيدة وكل كبير سن. يعني حاجة بصراحة يعني ما احناش مبسوطين أبدا أن احنا هنفضل بندعمهم او نقدم هذه المساعدات في ظل قتل وعنف ويعني ممارسات غير انسانيه بتمارس من قبل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. لكن طالما ان الدوله المصريه وبقيادتها السياسيه ترى توفير الدعم وارسال مساعدات اغاثيه وانسانيه وتطلب الظروف داخل قطاع غزه، فنحن مستمرون، نحن مرابطون لدعم اشقائنا في القطاع، لن نتخلى ابدا عن القضيه الفلسطينيه. الدوله بكل اجهزتها بكل مؤسساتها بجميع اعضاء التحالف الوطني وايضا بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري مستمرون في تقديم عشرات وبل مئات الشاحنات بشكل اسبوعي لتلبيه كافه احتياجاتهم في القطاع. كل الشكر ليك الأستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا جزيلا. الحقيقة منا مشاهدينا أنه مصر عينها على غزة من اليوم الأول، مش بس على المسار الإنساني زي ما وضح أستاذ مصطفى زمزم وهذا الجسر البري المستمر والمساعدات الإنسانية، لكن أيضا على المسار السياسي. من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضعت الدولة المصرية الخطوط الحمراء أمام مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية. كمان قادت تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة على مدار الساعة مع كافة القوى الإقليمية والدولية لرفض هذا المخطط والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة وعلى أستاذ محمد وعلى السادة المشاهدين. دكتور، إزاي الدولة المصرية قدرت أنها تنجح في كشف مخطط الكيان الصهيوني بشأن تهجير أهالي غزة؟ يعني خلينا نقول أن الدولة المصرية والقيادة المصرية كان في اهتمام كبير قوي بهذه المشكلة منذ نشأتها من شهر. أنا عاوز أقول أيضا أن مصر لها دور هام ومقدر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، ويعني نقول عبر عقود مقضية من سنة 1948 حتى الآن. الدور المصري واضح بشكل يعني مؤثر وجلي في هذه الأزمة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الإنساني أو على المستوى السياسي. بالنسبة للمستوى الدبلوماسي وجد نشاط مكثف على مستوى دبلوماسية القمة، كان في لقاءات مباشرة بين السيد الرئيس وبين عديد من الرؤساء والقادة والشخصيات الدولية، زي اللقاء مع المستشار الألماني، مع رئيس الوزراء البريطاني، مع الرئيس الفرنسي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية الأمريكي، مع الملك عبد الله، مع
مؤخرا مع رئيس الوزراء اللبناني، كان في دعوة إلى اجتماع قمة القاهرة للسودان، كان في أيضا حضور دولي مكثف، إضافة إلى التواصل التليفوني مع عديد من القادة والزعماء في العالم والرئيس الأمريكي وعديد من القادة، وكان في مؤخرا الاتصال التليفوني مع رئيس الوزراء الكندي ورئيس المفوضية الأوروبية. في جميع هذه الاتصالات وفي جميع هذه اللقاءات بيتم التأكيد على الموقف المصري الثابت، وهو رفض التهجير، رفض العقاب القسري، الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار، الدعوة إلى إدخال واستمرارية إدخال المساعدات الإنسانية. أنا عاوز أقول أيضا أن رفض التهجير هي رأي ووجهة نظر بتتوافق في مصر مع الأشقاء الفلسطينيين. طبعا يعني مصر بتدعو إلى عدم تهجير الفلسطينيين سواء إلى سيناء أو إلى مكان آخر. الفلسطينيين أنفسهم أيضا بيعلنوا تمسكهم بالأرض وارتباطهم بالأرض، وأنهم لن يهاجروا إلى أي مكان آخر، ولن يعيدوا تكرار، يعني ده وفقا لقيادات فلسطينية مؤثرة، لن يعيدوا تكرار نكبة 1948 مرة أخرى. طب هذا التصميم دكتور إكرام، التصميم المصري والرفض القاطع من اليوم الأول يعني على مستوى القيادة السياسية لرفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، إلى أي مدى أثر على صناع القرار يعني عالميا في بعض العواصم اللي كانت بتتبنى بعض الشيء هذا السيناريو، سيناريو التهجير أو الترحيل أو الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء؟ التركيز والتصميم على إيصال الرسالة بشكل قاطع أن هذا لن يحدث كما قال الرئيس أكثر من مرة، عدل في بعض المواقف الغربية؟ ده بالتأكيد، يعني وخصوصا أن كان في ثبات في هذا الموقف، وتكررت الإشارة إليه من السيد الرئيس أكثر من مرة، وربما يعني كانت خطة إسرائيل في البداية أن يتم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتالي يصبح المجال مفتوح بسيناريوهات مختلفة ومتعددة. ولكن تأكيدات السيد الرئيس ومنذ اليوم الأول الحقيقة دي كان لها أثرها الكبير في المواقف الدولية المختلفة، واحنا شفنا مؤخرا يعني في اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي على سبيل المثال، كان في تأكيد من وزير الخارجية الأمريكي على عدم تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان آخر، وده أيضا يمكن الموقف ليس فقط الموقف الأمريكي وإنما أيضا موقف عدة دول أخرى. وبالتالي احنا نقدر نقول هنا إن الموقف المصري الثابت والواضح واللي تم التأكيد عليه أكثر من مرة أحدث مثل هذه التغيرات، ويعني خصوصا ده أيضا زي ما قلت في البداية بيتوافق أيضا مع الموقف الفلسطيني نفسه، إن الفلسطينيين متمسكين بأرضهم، متمسكين يعني الجزء من أو القطاع غزة وجدوا فيه ولن يتخلوا عنه لأي سبب من الأسباب. طيب برغم يعني الإيضاح المصري والموقف المصري الواضح، إلا أن مخطط التهجير لأهل غزة لسيناء ما زال بيطرح كده وكأن يعني الناس مش بتتكلم. أنا عايز أعرف ليه لا يتم الطرح أنه يتم التهجير إذا هم يعني عايزين يعملوا أي نوع من أنواع التهجير لأوروبا مثلا، إذا كانت الفكرة مقبولة عند بعض الأوروبيين بالرغم من تأكدنا تماما أنها غير مقبولة عند أهلنا في غزة. يعني هو شوفي حضرتك، الفكرة غير مقبولة لدى الفلسطينيين لأن النتيجة واحدة، أن يتم إفراغ غزة من أهلها الأصليين من أشقائنا الفلسطينيين، وهذا ما لا يرغبوا فيه، يعني لا إلى أوروبا ولا إلى أي مكان آخر، لأن ده معنى إفراغ قطاع غزة من أهله معناه إمكانية استيلاء إسرائيل، يعني في سيناريو قادم أن تستولي على هذه الأرض بحجة أنها أرض، يعني فكرة كانت بتطرح في بدايات الأزمة من 1948 على فلسطين وتوطين اليهود وأنها أرض بلا شعب وكل هذا الكلام اللي كانت بتدعيه إسرائيل، فممكن أن تدعي أيضا مثل ذلك بالنسبة لغزة إذا تركها أهلها الفلسطينيين، فربما ده اللي بيفسر
تمسك الفلسطينيين بأرضهم، عدم رغبتهم في التخلي عنها رغم قسوة الظروف ورغم قسوة الحرب ورغم ما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم حرب وجرائم تخالف قانون الدولة الإنساني وتخالف كل المواثيق والأعراف الدولية. فهم متمسكون بأرضهم رغم التضحيات، لا يرغبوا في الذهاب إلى أي مكان آخر حتى لو عرضت عليهم بعض الدول الأوروبية. إنما أيضا يبقى السؤال أن هذه التضحيات التي يدفعها الفلسطينيين الآن صحيح. سيكون لها ثمن في المستقبل على جميع الأرض. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وزي ما حضرتك وضحت هو يعني موقف أكيد وواضح وحاسم من الدولة المصرية برفض فكرة التهجير، برفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية. مش عايزين نكرر مرة أخرى الحدث في نكبة 1948 لما ترك الفلسطينيين أرضهم. سيناريو النكبة الجديدة أو نكبة بشكل مختلف مرفوض تماما، ومرفوض كمان من الفلسطينيين أنفسهم. يعني الرئيس أبو مازن محمود عباس قالها في خطابه في مؤتمر القاهرة للسلام، لن نرحل من فلسطين 3 مرات. وأعتقد الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني متوافق تماما مع كل الشعوب العربية أنه يجب أن يثبت على أرضه، ينحاز إلى أرضه ولا يتركها أبدا. أكيد القصف الإسرائيلي اللي بيستهدف أهالي غزة بيتأثر في نفس الوقت أو بيؤثر في نفس الوقت على اقتصاد دولة الاحتلال اللي دخل في مرحلة الانهيار، أو زي ما قالت مؤسسة جي بي مورجان إن اقتصاد إسرائيل بيتجه نحو السقوط الحر. نتعرف على تفاصيل أكتر على الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب على قطاع غزة مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أستاذ هشام صباح الخير على حضرتك. أخيط حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بعد مرور شهر من اندلاع هذه الحرب، أصوات ترى أن الاقتصاد الإسرائيلي بيتهاوى يوما بعد يوم. بنتكلم على خسائر كبيرة جدا فادحة تصل إلى 25 مليار، انهيار للبورصة الإسرائيلية. كيف تقيم الأوضاع الاقتصادية بعد مرور شهر من الحرب؟ هو بالتأكيد كان أمر متوقع، اقتصاد في حالة حرب ومعتاد أنه بيتأثر بشدة، لأنه الجزء الأكبر من الموازنة المفترض تخدم على المواطن واحتياجاته وبتخدم على مزيد من التسليح، مزيد من التعبئة. استدعاء قوات الاحتياط بالتأكيد كان ليه تكلفة كبيرة. مؤكد أنه ما يتم استهلاكه واستنزافه من أسلحة وذخيرة بالتأكيد ده له تكلفة كبيرة. لكن حتى بعيدا عن الشق العسكري، مؤكد أنه الشق الاقتصادي كمان بشكله المباشر بيتأثر، أن احنا مواطني غزة احنا بنتكلم 2.3 مليون نسمة، دي قوة استهلاكية مهمة كانت بتستهلك جزء مما يتم انتاجه داخل المصانع والشركات الإسرائيلية. ايضا القوى الانتاجية اللي كانت موجودة في قطاع غزة مؤكد انها كانت بتنتج بعض السلع ممكن يكون الإسرائيليين بيستهلكوها. وبالتالي احنا الحقيقة بنتكلم على انه طاقة بشرية، قوة عمل الحقيقة كانت موجودة، كانت بتخدم على المواطن والشركات الإسرائيلية الحقيقة تأثرت بشكل. مؤكد انه قطاع السياحه شل تماما داخل اسرائيل. احنا بنتكلم الحقيقه على عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كان على مستوى الاقتصاد ككل او حتى على مستوى المواطن وفرص العمل، كل ده الحقيقه هيكون ثمنه كبير للغايه. ونؤكد تاني على انه ما يتم تجميله في خلال ايام او ساعات يتم اصلاحه في سنوات. والاقتصاد السياحي عشان يسترجع مره اخرى لوضعه اللي كان عليه قبيل هذه الحرب، اعتقد انه سوف يستغرق عدد كبير من السنوات حتى على الرغم من الدعم والمساندة اللامحدودة اللي بيحظى بها الاقتصاد الاسرائيلي من جانب الولايات المتحدة الامريكية. لكن هيظل انها دولة في حالة حرب، مؤكد ده بيرفع من معامل المخاطر اللي بيواجهوا الاقتصاد الاسرائيلي، بيرفع من كلفة التعامل الاقتصاد الاسرائيلي مع المجتمع الخارجي، لانه اي سلع بتاتي الى هذه الدولة اللي في حالة حرب مؤكد انه طالما انه معامل المخاطر بيرتفع يبقى معنى كده انه تكاليف الشحن هترتفع، تكاليف التامين هترتفع. احنا بنتكلم على انه المواطن الاسرائيلي هيعاني الحقيقه على مدار سنوات. طب بالفعل دكتور حضرتك ذكرت بعض القطاعات اللي بتعاني او تاثرت بشكل كبير، خلينا نفند كده اهم القطاعات اللي تاثرت وده ممكن يكون مقدمه لانها تنهار تماما. معكز الاسرائيلي اقتصادها كان اقتصاد جيد ومعتاد انه مش بس الولايات المتحده الامريكيه لكن كمان العديد من دول الاتحاد الاوروبي
بتساند هذه الدولة، لكن مؤكدينها هتتأثر بشدة. مؤكد انه اي دولة بتخوض حرب، وكما علمنا العسكريين انه عادة الحروب لا تصف في النهاية على فائز ومهزوم، مؤكد الكل يخسر، بما في حتى مش بس فلسطين واسرائيل، لكن كمان حتى دول منطقه الشرق الاوسط والمجتمع الدولي ككل بيدفع فيها ثمن كبير للغايه. مؤكد انه الشركات او كافه قطاعات النشاط الاقتصادي هتتاثر، احنا بنتكلم على قوه عمل المواطنين غزه، هي كان جزء منهم بيخدم على اسرائيل، احنا بنتكلم على عماله، العماله دي كانت بتحتاج شركات اسرائيل، يعني التعاون التجاري والاقتصادي فيما بين الجانبين هي كان ماشي حتى لو وحتى كمان دكتور هشام داخل الاسرائيلي، يعني الى جانب العماله الداخل الاسرائيلي مع استدعاء قوات الاحتياط بنتكلم على 350 الف عامل او مواطن داخل اسرائيل بيدخل في خدمه الاحتياط الجيش الاسرائيلي. البنك المركزي الاسرائيلي اتكلم على دعم غير مسبوق حوالي 45 مليار دولار زي ما حضرتك اشرت، في دعم امريكي مستمر، الى اي مدى هذا الدعم يمكن ان يجعل الاقتصاد الاسرائيلي صامدا خلال هذه الحرب؟ هو هذا الدعم مؤكد مهم بالنسبة لإسرائيل، لكن مدى الالتزام به وعصروا على الاقتصاد الأمريكي بقى مش على الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه هي الإدارة بايدن وهي اللي هي توجه هذه المساندة المالية كان لأوكرانيا أو لإسرائيل، مؤكد أنه حتى على الرغم من اعتماد الكونجرس، إلا أنه ده بالتأكيد بيضغط على الاقتصاد الأمريكي، لأنه حتى كمان المواطن في أمريكا أصبح يتساءل عن كم هذه المساندة المالية اللي هي بتأتي من جيوب المواطن الأمريكي. هو الحقيقة بيرى أن هناك حروب بتساندها، وهي بشكل كبير الإدارة الأمريكية وهو غير مقتنع بها، فالحقيقة هناك أيضا ضغوط كبيرة لله على الإدارة الأمريكية إدارة بايدن على التحديد، لأنه الحقيقة هي إدارة بتسعى لمزيد من تأجيج الصراعات في العديد من دول العالم، ومن هنا هي تصور أنه الانتخابات الأمريكية القادمة سوف يؤثر عليها بشكل كبير للغاية ما يحدث كان داخل أوكرانيا أو داخل إسرائيل. كل شكر ليك الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. حضراتكم مع موجز لأهم وآخر أنباء الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع الزميلة دينا شرف، إليك مرة أخرى دينا. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، والذي حرص على تبادل الرؤى مع رئيس السيسي بشأن تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، مبرزا الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول تلك المساعدات دون إعاقة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الكندي الذي أكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية. وقد اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، ومع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين. أكدت وزارة الخارجية أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يعد دليلا على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في تدوينة على منصة إكس أنه على المجتمع الدولي التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، مؤكدا أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره وأن البعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، لافتة إلى أنه يقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة. وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية بالتزامن مع مدفعية الاحتلال تشن عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء. وفي وسط قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا على الأقل في دير البلح، ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي. أكد مكتب كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستبحث مع عدد من الزعماء الأجانب خلال اتصال هاتفي اليوم الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس. استقال رئيس مجلس إدارة مدينة برينلي وعشرة أعضاء من حزب العمال البريطاني بسبب رفض زعيمه طلب وقف إطلاق النار بغزة. وفي وقت سابق ذكر تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية أنه في الوقت الذي ينأى فيه رئيس حزب العمال البريطاني كير سترامر عن دعم وقف إطلاق النار في غزة، فإن كثيرا من أعضاء حزبه لا يشاركونه الرأي، ومن المقرر أن يجتمعوا للضغط على قيادة حزب العمال لتغيير موقفها ودعم وقف إطلاق النار، مما قد يتسبب في توسيع الانقسامات داخل الحزب ويعرض سلطة ستارمر داخله للخطر. أكدت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فاديم كوليتا أن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية. وأكد الأميرال فاديم كوليتا أن القوات الجوية الروسية شنت غارة جوية على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية. ورياضيا، تعادل ليفربول مع مضيفه لوتن تاون بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما رفع لوتن تاون رصيده إلى 6 نقاط في المركز 17. ختام موجز الثامنة وعودة مرة أخرى لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نجدد صباحنا على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. خطة التنمية والتطوير اللي الدولة المصرية بتنفذها وبتستكملها في الوقت الحالي في سيناء بتؤكد حضور قوي للدولة المصرية في أرض الفيروز. احنا بنتكلم على سيناء اللي وصفها جمال حمدان صاحب كتاب شخصية مصر بأنها مصر الصغرى. مشروعات في كافة المجالات بتعمل الدولة على تنفيذها وتقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري وليها مردود إيجابي بالطبع على معدلات التنمية في مصر. خلينا نعرف وضع سيناء الاقتصادي بعد بدء المرحلة الثانية لتطوير وتنمية أرض الفيروز، المردود الاقتصادي على الدولة المصرية ككل. خلينا نرحب بضيفنا الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ المشاهدين. طيب بداية، احنا شفنا بدء المرحلة الثانية لتطوير وتنمية سيناء، أهمية استكمال المرحلة الثانية وأهمية البدء فيها وإيه المردود الاقتصادي اللي احنا متخيلين إنه يحصل في الفترة القادمة؟ بكل تأكيد يعني هو تنمية سيناء واخدة وضع خاص، خصوصا انه الارض دي غالية جدا على كل مصر، وكمان فيها من المميزات او الميزات النسبية في عدد من القطاعات السياحية والزراعية وعدد من القطاعات التعدينية، بيدي فرصة اكتر لتمكين اقتصادي بشكل يعزز من فرص الاقتصاد المصري ويزود الناتج المحلي الاجمالي. يمكن باتت سيناء مهمشة بشكل كبير من خطط التنمية لعدة عقود،
ولكن الفترة الأخيرة يعني فيه اهتمام بالغ بسبب الأهمية الكبيرة لسيناء اللي بتمثلها الاقتصاد المصري. كما هو معلوم أن سيناء بتمثل 60,000 كيلومتر مربع، ولكن المساهمة في الناتج متدنية جدا خلال الفترة اللي فاتت. عشان كده كان الأولى أن يكون في ضخ استثمارات كبيرة من بنى تحتية، من طرق، من ربطها بالمنطقة الغربية وإقليم قناة السويس، وإعادة إحياء عدد كبير من المشروعات اللي ممكن تزود الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة. احنا بنتكلم في 13.5%، ده مساهمة إقليم قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي. لو داخل في الإسماعيلية ومنطقة بورسعيد، وداخل في جنوب وشمال سيناء، داخل في مناطق مختلفة. لو شفنا المساهمة النسبية لمنطقة سيناء بس، هنلاقي ان هي اقل من 4%، رغم ان هي بتمثل مساحة كبيرة وفيها امكانات اقتصادية كبيرة. عشان كده كانت القيادة السياسية حريصة بان هي تعمل عملية ضم ودمج للفرص اللي ممكن تكون كامنة في سيناء واعادة احيائها مرة تانية. طب لو حبينا مع حضرتك نرسم كده خريطة استثمارية لشبه جزيرة سيناء، خصوصا ان في حالة من حالات التنوع الفريد يعني في قطاعات مختلفة، بنتكلم على قطاعات التعدين، الصناعة، الزراعة. لو حضرتك تقدم لنا كده ملامح الخريطة الاستثمارية في سيناء. طيب، هي الامكانات اللي موجودة تم يعني بناء خطة التنمية بناء على ما هو متاح من موارد. فعندنا في مجال التعدين في عدد كبير جدا من المشروعات القائمة، وهنا التعدين مختلف، مش مجرد ان انا بستفيد من المعادن اللي موجودة او الفرص التعدينية، ولكن انا بنشأ عليها عدد من الصناعات اللي بتخدم وتعلي من القيمة المضافة. ده شق. الشق الثاني، معلوم طبعا ان سيناء في نسبة او معدل هطول امطار كبير خلال فترات مختلفة في السنة، وبالتالي في عدد من السدود وعدد من الاماكن تجميع مياه الامطار، بالاضافة الى تغذيتها بصحارات مياه من المنطقة الغربية وإحياء مرة تانية فرص الزراعة فيها. معلوم أنه فيها مساحات كبيرة للزراعة، يمكن مؤخرا الأرقام ارتفعت، بنتكلم على أكثر من 450,000 فدان موجودين ممكن يستصلحوا خلال المراحل المختلفة اللي جاية. فإذا فرص الزراعة من الممكن إعادة إحيائها مرة تانية والاستفادة منها بشكل يعزز من القيمة المضافة للناتج المحلي للمنطقة دي. ده طبعا غير الملف السياحي، ده اللي هو يعني بيمثل رقم كبير إذا تمت هذه المشروعات بشكل كامل ودخلت الخدمة وبدأت أن تؤتي ثمارها من خلال استقبال عدد كبير من الوفود السياحية. وكمان السياحة في سيناء متنوعة جدا، صحيح، وبالتالي بتدي ميزة أكتر للمنطقة وميزة أكتر في تنويع السياحة، بيدي فرصة أكتر لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وبيدي فرصة كمان للتوظف. كل فرصة استثمار بتكون موجودة في أي مكان مش بس في سيناء، هي معناها أنه في دخول بتتفتح أو في بيوت بتتفتح وفي دخول لناس بتتولد نتيجة لهذه الاستثمارات في الأجل القصير، من أول يوم في المشروع حتى نهاية المشروع ودخوله الخدمة. ويمكن هنا بقى الهدف الرئيسي للاستثمارات اللي موجودة في سيناء، مش بس انه بعمل تخليق لدخول في الأجل القصير، ولكن الهدف ان انا امكن اقتصاديا قاطني هذه المنطقة، وكمان استقبل يعني عدد سكان كمان من الوادي لسيناء وعمرها بشكل كامل، بحيث ان تكون دي الفرصة الحقيقية لزيادة سكانها وزيادة مساهمتها في الناتج. منذ فترة طويلة بيتم العمل على ربط سيناء بمختلف الأماكن عن طريق الأنفاق وعن طريق الكباري وعن طريق يعني شرايين حياة، لقب كان أطلقه محمد يعني علشان الربط ما بين سيناء وما بين مختلف المحافظات. احنا شايفين انه تم ضخ مليارات في الاستثمار، المرحلة القادمة هيتم ضخ يمكن 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة. احنا متخيلين ان ده ممكن يعمل ايه في الفترة القادمة في سيناء؟ بكل تأكيد هيدي فرصة اكتر لانشاء تجمعات سكنية كبيرة، واخدة طبعا الطابع المكاني او الطابع اللي يناسب كل منطقة في سيناء. هيدي فرصة اكتر لمزيد من انشاء البنية التحتية، هيدي فرصة اكتر لتولد دخول كتيرة هتساهم بشكل كبير
في استقبال عدد من السكان من المصريين من الدلتا، ادي فرصة أكتر لتعميق التنمية، مش فقط مشروعات بيتم إجراءها أو إنشائها، ولكن الهدف الأساسي هو تمكين اقتصادي طويل الأجل. بنتكلم على مش فقط بنية تحتية، ولكن في مشروعات بالفعل قائمة وفي مشروعات مستهدفة خلال الفترة الجاية. المشروعات بتتنوع ما بين قطاعات زراعية زي ما قلنا، أو قطاعات بتتبني كمان على القطاعات الزراعية. يعني ممكن نشهد مصانع بتشتغل على مخرجات العمليات الزراعية اللي ممكن تكون موجودة، إلى جانب طبعا في قطاع الصناعة هيكون موجود في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي هي موجودة شرق بورسعيد، وده هيمكن المنطقة من قيمة مضافة أكتر، مش بس إن احنا بنصدر الخام أو بنجري عليه عملية أو اتنين، ولكن هنصدره بشكل منتج نهائي أو أنه هو يدخل في سلاسل الإمداد اللي ممكن تكون موجودة. في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى سيناء وإطلاق المرحلة الثانية لتطوير سيناء، رئيس مجلس الوزراء قال بشكل مباشر إحنا يعني خلصنا من الجانب الأصعب، المرحلة الأصعب اللي ابتدت من 2014 على مدار 10 سنوات اللي هو البنية التحتية. نعم. وتم إنفاق حوالي 600 مليار جنيه للكباري والأنفاق وربط سيناء بالوادي. أهمية البنية التحتية أو هذا الإنفاق اللي أنفقته الدولة المصرية على تهيئة البنية التحتية من أجل البدء في تأسيس مجتمعات عمرانية وتأسيس مشاريع استثمارية، شايف ده إزاي؟ بكل تأكيد ما ينفعش أبدا إطلاق أي خطط تنموية إلا في حالة إتمام الاتصال أو التواصل مع المنطقة دي. عشان كده كان من البداية لابد أن يكون في ربط قوي وفعال ومستدام في مناطق مختلفة. شفنا عدد من الأنفاق تم إنشائها، شفنا عدد من المعديات تم تعزيز كفائتها ودخولها الخدمة مرة تانية، شفنا اتصال حقيقي بالجانب الغربي للمحافظات المجاورة. عشان كده بيدي فرصة أكتر لزيادة التمكين الاقتصادي لسيناء بشكل فعال. مش هقدر النهاردة أقول لمستثمر تعالى هيكون في عندنا مشروع في المنطقة الفلانية وهو يحب أنه يتواصل مع المحافظات المختلفة عشان يستخدم عمالة أو يتصل بالأسواق اللي موجودة أو من المتطلبات الإنتاج وما يلاقيهاش، هيبقى صعب جدا أن احنا نستقبل استثمارات في هذه المنطقة. إذن كان من الضروري وهو ده اللي حصل بالفعل، أول حاجة لابد أن يكون في ربط قوي وفعال ومتنوع بالنسبة لسيناء، وده اللي تم خلال الفترة اللي فاتت، إلى جانب طبعا إنشاء شبكة طرق مختلفة وقطاعات مختلفة وتربط المنطقة الشمالية بمنطقة جنوب سيناء بالمنطقة الغربية بشرق بورسعيد، يكون في عدد من المحاور يسهل تدفق السلع والوصول للتجمعات العمرانية، وكمان بيهدف بشكل أساسي إلى إنشاء تجمعات عمرانية حضارية مختلفة عن الفترة الماضية، وده اللي احنا شفناه خلال العرض اللي تم من جانب السيد رئيس الوزراء، وكان واضح جدا الفرق ما بين التنمية فيما قبل 8 سنوات والوضع الراهن وكمان المنتظر بعد انتهاء المرحلة الثانية. التمكين الاقتصادي للمواطن السيناوي ده كان واحد من الأولويات المهمة جدا في الفترة اللي فاتت واللي احنا ابتدينا نشوفها، واحد من الفئات أو أحد الفئات اللي ما كانش بيبقى فيه تركيز عليها بطبيعة الحال وبطبيعة المكان المرأة السيناوية، يمكن هي 49% من تعداد السكان السيناوي من المرأة، ومشاركتها في المشروعات متناهية الصغر يمكن وصلت 60%، نقدر نقول أنه إعادة تمكين للمرأة السيناوية بالذات؟ بكل تأكيد احنا بنتكلم على الجزء ده او القطاع التمكين المرأة والفئات الأولى هناك بشكل كبير. الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية بتستحوذ على عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية اللي موجودة، وده بيرتبط بعدد من القطاعات الأخرى، على سبيل المثال القطاع السياحي، مين مننا لما بيروح سيناء لابد ان هو ياخد حاجة من هناك او يقتني احد المشغولات اللي موجودة، هو كذلك الأمر بالنسبة لي وفود أي سائح من السياح اللي بيجوا. عشان كده دور المرأة مهم جدا في النشاط الاقتصادي بشكل عام، خصوصا مع التطوير اللي حصل، مش بس هيقتصر على الأنشطة التقليدية والحرفية اللي موجودة، ولكن هنشوف تمكين في المصانع وفي المناطق الاقتصادية اللي موجودة أو
اللي مزمع إنشائها يكون في وضع مختلف جدا عن الفترة الماضية. هو بكل تأكيد هو البيئة العامة هناك بتشير إلى أنه المرأة بتعمل بشكل كبير في الأنشطة الحرفية واليدوية لطبيعة الحال هناك، ولكن ده هياخد منظور مختلف، هيكون في هناك معارض مستدامة للمنتجات اللي هتطلع من البيوت وتطلع من ربات البيوت اللي بتشتغل من البيت، هيدي فرصة أكتر لزيادة دخول الأسر دي، هيدي فرصة أكتر لتمكين حقيقي على الأرض، هيدي فرصة أكتر في النهاية خالص إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة واختلافها عن الفترة الماضية. احنا بنتكلم على شكل يمكن شبه تقليدي أو شكل معين في فترة معينة، ولكن احنا بنتكلم على نقلة حضارية بشكل كامل على مستوى، إن كنا بنتكلم على مستوى الصناعة أو بنتكلم على مستوى إنشاء تجمعات حضارية موجودة أو بنتكلم على خدمات مختلفة هتقدم لكافة اللي موجودين في سيناء. وده كمان هيعمل تحسين لحياة أهلنا في سيناء، تحسين المعيشة وفتح فرص عمل كتيرة ليهم. وزي ما أكد رئيس مجلس الوزراء فكرة أهمية أنه من يقوم على هذه المشروعات هم أهل سيناء أنفسهم، هم المشروعات دي هي لهم، وفي النهاية هم اللي هيعمروا سيناء بشكل مباشر. ربط التنمية الاقتصادية دكتور فرج بالأمن القومي المصري، لأنه مهم جدا أنه لا أترك الأرض يعني فارغة، لازم أعمرها وأبنيها ويبقى في مشروعات. الربط والعلاقة ما بين المشروعات الاقتصادية ما بين الحفاظ على الأمن القومي المصري في نقطة مهمة جدا، احنا بنتكلم على البوابة الشرقية أو الشمالية الشرقية لمصر. نعم، وبكل تأكيد زي ما حضرتك تفضلت، يمكن عبر العصور المنطقة دي بسبب طبيعتها اللي موجودة أو خلوها أو خفة السكان من هذه المنطقة يعني بيبقى مطمع للغزاة عبر الزمن. عشان كده هو السبيل الحقيقي والفعال والقوي جدا لمواجهة أي تطرف أو أي غزو أو الحفاظ على الأمن القومي المصري هو تمكين حقيقي وإنفاق بشكل كبير في بنية تحتية تعزز من فرص استدامة السكان وزيادة نموهم وحفز زيادة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسكان إلى آخره. عشان كده كان من الضروري رقم واحد يحصل عملية ربط، رقم اتنين يكون في محاور وطرق بشكل عرضي وبشكل طولي للمناطق المختلفة، رقم ثلاثة لابد أن يكون في مجمعات عمرانية حضرية إلى جانب المجمعات العمرانية اللي بتاخد طابع البدوي أو الطابع اللي موجود للمنطقة، تنوع مختلف للأنشطة الاقتصادية اللي موجود. ده بشكل أساسي هو أمن قومي. ليه؟ لأنه تنمية معناه أنه مفيش إرهاب، معناه أنه مفيش فرصة لأي مطامع لتوغل افكار مختلفه او غيره. خلاص الدوله ما دام في تنميه يبقى الدوله موجوده وحاضره وبتزود عن مكتسبات هذا الوطن. عشان كده المنطقه دي الارقام اللي تم انفاقها خلال الثمان سنوات اللي فاتت او العشر سنوات اللي فاتت، احنا بنتكلم بارقام لم تنفق قبل كده على الاطلاق. صحيح، مجمعات عمرانيه تستوعب عدد من الزياده السكانيه المتوقعه بشكل كبير، هيدي فرصة أكتر لزيادة الناتج بشكل مضطرد. يعني احنا لو بنتكلم على 4.5% حالي أو 3.5% حالي للمناطق المختلفة في سيناء، لا احنا منتظرين انه يوصل ل 10%، منتظرين ان احنا نزود نسبة مساهمة هذه المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تمكين القطاعات المختلفة، زراعة أو تعدين أو سياحة أو نمو الأنشطة المرتبطة بالسكان اللي موجودة، سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو صناعات حرفية. ده كله هيعزز في النهاية من الدفع بشكل كامل إلى تحقيق الأمن القومي واستدامته. مش فقط أنا بنفق رقم معين ومنتظر أنه يعمل لي توليد لدخول في الأجل القصير، ولكن الهدف الأساسي هو أنه المصري يكون موجود هناك في كل شبر في سيناء ويعزز من فرص استدامته وتمكينه اقتصاديا و بحثوا كمان على الفرص الكامنة اللي ممكن تكون موجودة ولم تكتشف بعد. احنا بنتكلم على منطقة من أغنى المناطق في العالم، بنتكلم على منطقة عزيزة جدا على قلوبنا. صح. ومهم جدا ان احنا يعني
نوعي اولادنا الصغار ونديهم فرصه ان هم يتعرفوا على كل شبر موجود في سيناء، ويتعرفوا قد ايه هي غاليه علينا وعلى قد ايه فيها فرص اقتصاديه واعده، وقد ايه ان هي ممكن تضيف للناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي قيمه مضافه كبيره جدا. ده مش هيحصل من غير ما كانت تاخد الدوله المصريه بالها من الجانب الاجتماعي اللي لم يتم اغفاله ابدا، يعني الاستثمار في البشر. صحيح. نفسهم عندنا 70 مركز شباب جديد اتفتح لغايه مثلا 2021، اكثر من 20 ألف اسره مستفيده من برنامج تكافل وكرامه، عدد مساجد بيزيد عن الألف، عدد كنائس بيزيد عن 6، كل ده في شمال سيناء فقط. اعتقد الاستثمار في الجانب الاجتماعي ده بيعطي مزيد من الطمأنينة للمواطنين المصريين انهم موجودين وبيتمتعوا بكافة الخدمات في اي مكان في الدولة. بكل تأكيد ده بيعزز كمان الوازع الوطني تجاه المواطنين الاصليين اللي موجودين، والمواطن السيناوي هم مش لفترة كبيرة جدا وشعر بعدم الارتياح تجاه الدولة في فترة من الفترات، لكن الوقت الحالي الأمر مختلف تمام. شعر بالفعل أن القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري كله بجانب المواطن السيناوي جنبا لجنب في مواجهة الإرهاب لفترة كبيرة جدا، ثم البدء في عمليات التنمية وإنفاق أرقام ضخمة جدا زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة، إلى جانب التنوع المختلف اللي موجود، إلى جانب البعد الاجتماعي ونسبة الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية اللي بيتمتع بيها المواطن السيناوي شأنه شأن أي مواطن موجود. يعني منظومة الحماية الاجتماعية هي بتطبق على الكافة. صحيح. ولكن كمان المناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بيكون لها وجه خاص عن طريق أنه يكون في توجيه بضرورة إنشاء مجمعات سكنية بتحتوي بشكل كامل على كافة المرافق الاجتماعية من أندية، من سبل عيش، من سبل تواصل إلى آخره. ده يدي دافع أكتر للتمكين، وأنه هو ما يمشيش ويكون عنده رغبة في الهجرة من هذا المكان، أو أنه هو ده كمان بيؤكد فكرة بناء الشخصية، بناء الإنسان السيناوي. يعني الأرقام مثلا فيما يتعلق بالتعليم والصحة أرقام يعني حقيقة يعني مضاعفة عن الخطة الأولى، عن العشر سنوات الأولى. بنتكلم على حوالي 15-18 مليار فيما يتعلق فقط بإنشاء مدارس جديدة، فروع جديدة مثلا لجامعة العريش أو غيره. الجانب المهم في التعليم والصحة لا يقل أهمية عن المشروعات الاستثمارية في سيناء. بكل تأكيد، وأنا أعتقد أن الرقم ده مرشح للزيادة، لأنه هو في بداية العملية التنموية أو التخطيط للتنمية في سيناء كان عدد كبير من الصعوبات جدت على الساحة، ولكن بكل تأكيد ده يعني بيحتاج المزيد من تحديث خطط التنمية، وده اللي مرشح لي الزياده. يعني احنا بنتكلم على 600 مليار جنيه، انا يعني في تقدير انه ممكن الرقم ده يعني نضرب في 1.5% كمان، يعني ممكن يزيد بمعدل مضطرد. هدفه الاساسي هو التمكين حقيقي على الارض، هدفه الاساسي احداث تنميه يعني فعليه على الارض تمكن من الاستفاده من كل شبر موجود في سيناء. نشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريع. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير والسعاده يا فندم، تحياتي لحضراتكم. مشاهدينا احنا لسه مستمرين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. الدولة المصرية قدرت أنها تواجه التحديات اللي كانت موجودة في سيناء من خلال القضاء بشكل نهائي على الإرهاب وتحقيق التنمية اللي بتعتبر هي الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار. عشان كده بقى حلم تنمية سيناء وتعميرها واقع ملموس بعد سلسلة المشروعات القومية اللي تمت بأرض الفيروز، زي مشروع الإسكان ومحطة تحلية مية البحر وإنشاء تجمعات زراعية وحفر أبار وخطة تنمية شاملة في كل القطاعات لخدمة أهالي سيناء. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضيفنا الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني مشروعات كتيرة جدا وطفرة تنموية كبيرة بتشهدها سيناء، ببساطة ارتباط ده بالأمن القومي المصري، لأنه المنطقة الشمالية الشرقية دي هي المنطقة اللي جت من يعني من خلالها أكثر أو غزوات كثيرة جدا، وهي كانت حلقة الضعف شوية في الأمن القومي في أزمنة تاريخية سابقة.
أهمية التنمية في دعم الأمن القومي المصري. هو طبعا احنا لو بصينا لسيناء هنجد ان سيناء كانت مهملة لعقود طويلة جدا، يعني ما كانش فيها اي تنمية وما كانش فيها اي مظاهر للتطوير والتحديث اللي كان داخل الدولة المصرية. طبعا كانت مهملة سيناء بشكل كبير، كانت مهملة، فده نتج عنه طبعا توطن جماعات من التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود اللي هي قدرت تستوطن سيناء خلال الفترات العقود الماضية. طبعا منذ عام 2014 وكان في استراتيجية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو إعادة تنمية أو إعادة بناء سيناء مرة أخرى، والاهتمام بالمشروعات القومية فيها والاهتمام بالثروات اللي موجودة في سيناء، واللي أهم من كل ده الاهتمام بالمواطن اللي متواجد في سيناء وتقديم له الخدمات، لأنه هو المواطن ده تعب لسنوات كبيرة جدا برضو في وقت الإهمال. طبعا بدأت الدولة على المرحلتين، مرحلة التنمية في نفس إقامة المشروعات القومية الكبرى ومواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي كانت مستوطنة في سيناء وكانت أعدادها كبيرة جدا، وعن طريق جماعة أو تنظيم الإخوان الإرهابي قدر أنه هو يوطن عدد كبير منهم، معتقدين أن ده هيبقى القوات اللي بتدافع عنهم في أي وقت أزمة. فكان العمل على المسارين دول. طبعا معروف أن سيناء 62 ألف كيلو متر فيها سهول وفيها وديان وفيها جبال، فيها كل الأماكن اللي ممكن نستفيد منها بشكل كبير جدا. طبعا التنمية في سيناء وارتباطها بالأمن القومي ده أهم شيء، لأن زي ما حضرتك تحدثت أن كل الغزوات أو كل الحروب المصرية تمت من خلال أرض سيناء، ودي كانت بوابة لدخول مصر في حروب، وضحت مصر بمئات الآلاف من شبابها من أجل الحفاظ على هذه الأرض والحفاظ على تراب هذه الأرض. طبعا وجود التنمية في سيناء ده بيكون حائط صد كبير جدا أمام الفكر الإرهابي اللي ممكن يتغلغل في ظل في الأماكن اللي دايما بتبقى فقيرة أو الأماكن المهملة بشكل كبير. هيكون حائط صد مهم جدا أمام أي محاولات اختراق أو أي تنظيمات إرهابية صحيح. تقدر إن هي تستوطن في هذا المكان. طبعا الاهتمام بالمواطن جات برضو، ده شيء مهم جدا، من خلال خلق فرص عمل كبيرة لشباب سيناء، لأن زي ما سيادة رئيس الوزراء تحدث وزي ما كلنا عارفين أن كل المشروعات القومية اللي تم تنفيذها في سيناء أو بتنفذ في المرحلة المقبلة أيضا كلها من أبناء سيناء، فتم خلق فرص عمل لأغلب الشباب المتواجدين في سيناء، ودي كانت نقطة مهمة جدا للتنمية ومن أجل اهتمام بالمواطن. مشروعات بقى القومية الكبرى دي، احنا لو تحدثنا عن المشروعات اللي تمت في سيناء، كان من اهم الاشياء اللي تمت هو ربط سيناء بالدلتا، لان ما كانش في اي رابط بين سيناء والدلتا غير نفق الشهيد احمد حمدي والكوبري السلام. فكان طبعا بيحصل تكدس وبيحصل ازمات كبيرة جدا، وما كانش في ايضا فرص للاستثمار الكبيرة في سيناء، لان ما كانت وسائل النقل قليلة. طبعا تم إنشاء 6 أنفاق على طول القناة، وأيضا الكباري اللي هي المتنقلة دي برضو كانت نقطة مهمة جدا لربط سيناء بالدلتا. أيضا ربط سيناء بسيناء، ربط الشمال بالجنوب بالوسط، شبكة الطرق داخل شبكة سيناء نفسها. الطرق داخل سيناء نفسها دي كانت من الأشياء المهمة جدا، إن احنا بنربط سيناء بحيث إن لو في المشروعات القومية أو جذب الاستثمار هيبقى فيه الدعم اللوجستي لهذه المشروعات موجود على الأرض، وتقدر بسهولة إنك توصل من نقطة لنقطة وتحقق الهدف المطلوب منه في التنمية اللي موجودة. ثم بعد ذلك البدء في إنشاء المناطق السكنية الجديدة أو المدن السكنية الجديدة، ده اللي احنا شفناه في البداية كانت مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة رفح في الشيخ زويد، العريش، تطوير المناطق البدوية، لأن
طبيعة الحياة في سيناء ليها طبع خاص، والمنازل أو المساكن بتاعة المواطنين ليها طبع خاص. يمكن ده الحاجة المميزة اللي حصلت، أنه مراعاة الطبع الخاص بتاع المنازل اللي في الأماكن دي، ومراعاة الطبع الخاص لقاطني هذه المنازل. يعني حتى في المدن الجديدة اللي تم إنشائها وفي المنازل الجديدة تم إنشائها على طراز مريح لقاطنيها، ما بقاش شكل بيتنقل من مدينة لمدينة وجوه المحافظة زي خارجها. لا، هو الاهتمام بطابع المكان ده كان شيء مهم جدا، وده اللي وضعته الدولة في حساباتها وهي بتنفذ هذه المشروعات، وخاصة في القرى البدوية اللي في مناطق بعيدة تم تطوير وتحديث هذه القرى بما يتناسب مع طبيعة الحياة اللي هم متواجدين فيها، مع تقديم بقى الخدمات الحياتية للمواطن اللي تقدر توصل له في هذه الأماكن. طبعا احنا شايفين وعارفين ان كان في سيناء ايضا في أزمة كبيرة اللي هي أزمة مثلا المستشفيات، أزمة في التعليم، فالبدء في إنشاء المستشفيات، ابتدت المستشفيات يتم إنشاء المستشفيات، ومش كده وبس، وجود القوافل الطبية اللي كانت بتوصل لكل القرى ولكل الأماكن اللي موجودة في سيناء من أجل طبعا الكشف المبكر عن الأمراض، اللي هي طبعا المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وخلافه، كل دي قدرت ان هي توصل للمواطن هناك وتقدم له الخدمات الطبية، مع انشاء بقى المدارس الحديثة وايضا انشاء الجامعات التكنولوجية اللي احنا شفناها ايضا تم انشائها في سيناء، مع الاهتمام ايضا بالمناطق السياحية زي في الجنوب وايضا في منطقة سانت كاترين، دي كانت الاهتمام. كل ده كان بيعمل بالتوازي مع حرب شرسة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي كانت متواجدة في سيناء. ده يخليني أسأل حضرتك أستاذ جميل، أنه دور أهلنا في سيناء، دور شيوخ والقبائل والعواقل في سيناء في الوقوف مع الدولة، يعني برضو عايزين نسلط الضوء للسادة المشاهدين، تاريخيا في مراحل تاريخية مهمة جدا من حرب يعني 67 و73 والشخصية السنوية وأهلنا في سيناء، النضال الوطني، الانحياز دايما للأجندة أو القضية المصرية، بالرغم أنه هو بيشعر في عهود ما أنه كان مهمش أو بعيد عن المركز في القاهرة، صفحات مهمة جدا من النضال، صفحات مهمة جدا حتى في الحرب ضد الإرهاب، كان واقف أهلنا في سيناء، كانوا واقفين مع الشرطة والجيش بشكل كبير. هو طبعا لازم نعرف ونتأكد أن أهالي سيناء ممزوجين بتراب الأرض السيناوية، يعني وارتباطهم وثيق جدا بالدولة المصرية، وليهم مواقف بطولية عديدة على مستوى التاريخ كله منذ 56 و67 و73 يعني. وما ننساش أيضا الدور المهم اللي قامت به قبائل سيناء في عام 68 يوم 31 أكتوبر في منطقة الحسنة، لما موشى ديان والقيادات الإسرائيلية قعدت مع مشايخ القبائل وقالوا لهم احنا هتطلعوا في مؤتمر صحفي عالمي وتقولوا ان احنا عايزين حكم ذاتي في سيناء وان احنا خلاص ننفصل عن الدولة المصرية، واختاروا القبائل سيناء الشيخ سالم الهرش اللي هو يطلع ويتحدث امام المؤتمر الصحفي العالمي، وكان موشى ديان قاعد والقيادات الإسرائيلية قاعدة، وطلع الشيخ سالم الهرش وقال ان سيناء ارض مصرية وهي تابعة للدولة المصرية ورئيسها هو جمال عبد الناصر، وان احنا نرفض الاحتلال تماما الاسرائيلي، ودي كانت ضربة كبيرة جدا للجيش الاسرائيلي وللدولة الاسرائيلية ولكل اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. طبعا ده تاريخ، ومن 67 اللي قدموه، بعد 67 اللي قدموا اهالي وقبائل سيناء لقوات المسلحة المصرية اللي كانت بتعمل خلف خطوط العدو، ويقدروا ان هم يوفروا لهم المعلومات ويوفروا لهم الاكل ويوفروا لهم المؤن ويبتدوا يساعدوهم ويوصلوهم للاماكن اللي فيها نقط للجيش الاسرائيلي. طبعا ما بعد ذلك طبعا، واحنا شفنا خلال الفتره الاخيره طبعا وهي من عام 2013 و14 حتى وقتنا هذا، الدور البطولي اللي قامت بيه اهالي وقبائل في الحرب ضد الارهاب، في الحرب ضد الارهاب، ان هم يقفوا مع الدولة المصرية ويواجهوا هذه التنظيمات الإرهابية ويرفضوا بشكل كبير اي تغلغل لهذه التنظيمات داخل الارض. طبعا كانوا بيستهدفوا التنظيمات الإرهابية، كانت بتستهدف من العائلات اللي هي مثلا بتقف مع
القوات طبعا. المسلحة والشرطة بتستهدف مثلا المشايخ، بتستهدف الأطفال عشان ما يبلغوش عنهم، لكن بالفعل كان في دور بطولي جدا من هذه القبائل ان هم وقفوا مع قوات المسلحة. طبعا هم عارفين الأراضي وعارفين طبيعة الأرض في سيناء، وقدروا ان هم يرشدوا عن أماكن تواجد هذه التنظيمات والجماعات، وقدروا ان هم يبقوا متواجدين في كل المداهمات مع رجال القوات المسلحة والشرطة، لغاية لما الحمد لله قدرنا ان احنا نطهر سيناء من التنظيمات والجماعات الإرهابية. وكان ليهم دور بطولي جدا جدا صحيح. لا يقل عن الأدوار البطولية اللي قدموها على مدار تاريخهم كله. الاستثمار في جودة الحياة بالنسبة للمواطن السيناوي أعتقد بينعكس على حاجتين، على جودة حياته هو شخصيا وعلى تنشيط السياحة كمان في سيناء. يعني هذا العدد الكبير من المدارس اللي تم فتحه، 93 مدرسة جديدة في شمال سيناء مثلا على الأخص خلال عام، عدد كبير جدا من نقاط الإسعاف وسيارات الإسعاف والأسرة الجديدة في المستشفيات، ده بيدعم الحياة الصحية للمواطن السيناوي وللسياحة كمان، انه كان لا قدر الله اي سائح بيتعب كان بيحتاج ان هو يتوجه للمحافظات الاخرى لتلقي العلاج، لكن هذا العدد من المستشفيات اعتقد فرق. هو طبعا فرق كتير جدا زي ما بقول لحضرتك، هو فرق في جودة الحياة للمواطن المتواجد في سيناء بشكل مهم جدا وبشكل اساسي. ليه؟ لان كان زي ما بقول لحضرتك كان في اهمال كبير في هذه المنطقة، وما كانش فيه اي خدمات صحيه بتقدم، حتى المستوصفات اللي كانت موجوده هناك ما كانش فيها اي خدمات تذكر. لكن وجود طبعا الخدمه الصحيه والمستشفيات الكبيره حتى المراكز الصحيه والمستوصفات تم تطويرها وتحديثها بشكل متطور، ان هي تقدر ان هي تواجه او تقدم الخدمه الطبيه للمواطنين في سيناء، ودي كان نقطة مهمة جدا. طبعا شبكات الطرق زي ما حضرتك قلتي، ومع وجود الخدمة الصحية في كل الأماكن ده وفر وقت كبير جدا لو حصل أي أزمة أو أي حادثة على أي طريق، فيقدر إن هو يوصل من خلال نقاط الإسعاف اللي موجودة. في تنمية متكاملة، التنمية المتكاملة دي اللي تمت في سيناء خلال العشر سنوات الماضية دي بالفعل نقلت سيناء نقلة كبيرة جدا، ونقلت المواطن السيناوي نفسه نقلة كبيرة، وقدر ان هو يلمس الدور دور الدولة مع زيادة قدرته الانتاجية. يعني 20,000 فدان محصولي السنة اللي فاتت ما كناش بنشوف ارقام كده خالص. هو المستهدف كمان 500,000 فدان ان هم يتم زراعتهم في سيناء، واحنا شفنا محطة مياه بحر البقر اللي هي تقدر ان هي تروي هذا ال 500,000 فدان، ومنطقة والتحلية المياه اللي موجودة، كل ده الهدف منه تطوير الحياة داخل سيناء، بجانب طبعا المزارع السمكية اللي هي في شرق بورسعيد، ودي برضو وفرت فرص عمل كبيرة وزادت من الانتاج في هذه المنطقة. كأن وجه سيناء بيتغير تماما، وجه سيناء بيتغير تنمويا ومشاريع في كافة القطاعات. من أيام كان في زيارة لافتة جدا رئيس مجلس الوزراء بصحبة 7 وزراء، زيارة للكتيبة 101، مؤتمر صحفي عند معبر رفح، رسائل مهمة جدا في لقاء رئيس الوزراء مع المشايخ لقبائل سيناء، هي رسائل للداخل انه مهم جدا التعمير والبناء، وكمان اعتقد يعني وعايز رؤية حضرتك هي رسائل للخارج، لانه في وقت في حرب يعني على قطاع غزة، في وقت في ترويج لبعض السيناريوهات الخاصة بالتهجير والوطن البديل في سيناء، شايف الرسائل للخارج ازاي يا فندم؟ والاهتمام اهتمام الدولة بالتنمية في هذه اللحظة بهذا الشكل المكثف. هو طبعا رسائل الدولة للخارج هي رسائل واضحة جدا لكل دول العالم ان مصر بترفض بأي حال من الأحوال، وده الكلام اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السلام في القاهرة، ان لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أبدا، وقصص التهجير وقصص الضغط على أبناء غزة والحديث من قادة إسرائيل على أن هم يتم تهجيرهم إلى سيناء، كل الكلام ده بيتم دحضه تماما بواقع على الأرض بيحدث. يعني التطوير والتحديث وضخ هذه المليارات كلها من أجل التنمية داخل سيناء، وكانوا رد على الأرض، هو ده الرد الحقيقي، إن إحنا بنشتغل بتنمية سيناء بنعمرها، إحنا بنعمر سيناء وسيناء لأهلها وسيناء للمصريين كافة. لكن ما ينفعش بأي حال من الأحوال أن تقبل مصر أن تصفى القضية الفلسطينية على حسابها،
ولا تقبل مصر ان حد يتحدث عن حدودها ويتحدث عن ارضها بشكل علني. يعني مصر لا تقبل ولا تسمح. مصر دولة قوية قادرة تمتلك قدرتها، تمتلك قرارها ايضا، ولا وتحت اي ضغط من الضغوط لن تقبل الضغوط دي كلها، ولن تمس رملة من الارض المصرية. الارض المصرية دي ارتوت بدماء اكتر من 100,000 شهيد جراء طبعا الحروب الكثيرة. فمش ممكن باي حال من الاحوال هيتم التباحث بين دول بعضها وبعض ان هم يتم تصفية القضية على حساب الدولة المصرية. وده اللي بيأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكد عليه ايضا رئيس الوزراء وهو متواجد هناك على الارض زي ما حضرتك بتقول في وسط المشايخ وقبائل سيناء اللي هم ايضا ضحوا بدمائهم على مدار التاريخ للحفاظ على الارض سيناء والحفاظ على الارض المصرية من اي عدوان ومن اي محاولات اخرى. احنا نتذكر ايضا إن كان هذا المشروع كان مطروح وقت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي. صحيح. كان في قرار مهم جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها كان وزيرا للدفاع بمنع تملك الأجانب نهائيا لأي أراضي أو منشآت داخل سيناء. ليه؟ عشان منعا لأن هذا المخطط يتم تنفيذه. إذن كان في رؤية مسبقة وفي استراتيجية واضحة بتسير عليها الدولة المصرية، وكانت وقتها القوات المسلحة هي اللي بتحمل الأمن القومي المصري، لأن هو حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل هي مسؤولية القوات المسلحة المصرية. فمسؤولية القوات المسلحة المصرية أنها لا تسمح بأن مواطن من دولة أجنبية أنه هو يتملك على أرض سيناء، لأن ده في تهديد واضح ومباشر للأمن القومي المصري. فلهذا السبب هناك رؤية واضحة، التعمير والتطوير وما يحدث في سيناء هو لأبناء سيناء، هو لأهل سيناء. أي خطط أخرى في الخارج يخطط لها أي شخص ده مع يعني يتحدث هو مسألة حديث فقط لا غير، لكن لن تتم أي تصفية على حساب الدولة المصرية. مشروعات تنمية سيناء اللي احنا شايفينها وملموسة جدا على أرض الواقع، سواء على الجانب الاقتصادي أو على الجانب الاجتماعي، شايفينه فرق إزاي في حياة المواطن السيناوي؟ نقدر نقول إن احنا الدولة المصرية ماشية بخطوات ثابتة وراسخة نحو الاتجاه الصحيح؟ طبعا بالطبع، طبعا اتجاه صحيح جدا في التنمية في سيناء والاهتمام بالمواطن. وخلي بالنا الاهتمام بالمواطن ده شيء مهم. ليه؟ لان زي ما قلنا في البداية ان المواطن ده تم اهماله لسنوات طويلة جدا، وكان للأسف شديد حاسس ان هو يعني مش واخد فرصه في اماكن كتيرة، حتى داخل الدولة، حتى في الوظائف، حتى في ان هو يقدر يدخل ابنه الكلية الحربية او كلية الشرطة. لكن مع منذ عام 2014 فتحت الكليات العسكرية ابوابها امام ابناء سيناء وايضا كلية الشرطة، ودي كانت نقطة انطلاقة ونقطة مهمة جدا لابناء سيناء بالذات. ليه؟ لان هم حسوا خلاص ان هم ابناء هذا الوطن، ان هم يقدروا يدافعوا عنه. مفيش اي تفرقه او اي تمييز او بعض الاصوات اللي بتتردد للاسف من وقت للتاني انه لا ده في تمييز خاص في المعامله، ده مش موجود خالص. لا، بنتكلم على مواطن مصري كاي مواطن على ارض مصر. يا فندم، انا زي ما احنا قلنا من البدايه ان هو منذ بدايه الازمات اللي حصلت ومرت على الدوله المصريه كان اهالي ومشايخ سيناء في المواجهة، ان هم بيواجهوا وجه الاحتلال ووجه الارهاب ووجه كل العمليات اللي كانت بتسعى ان هي تبعد سيناء عن الدولة المصرية، وهم حائط الصد الاول امام اي تهديدات للامن القومي المصري او تهديدات لارض سيناء. ده طبعا بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية. فاذا هم دورهم بطولي ودورهم عظيم جدا. لهذا السبب الدولة في الوقت الحالي منذ 2014 بدأت في تقديم كل ما هو ممكن داخل الدولة المصرية لزي ما أقول رد الجميل لأبناء وأهالي سيناء. أكيد كل الشكر ليك الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. لكن معلش أعذرني قبل ما يعني أنتهي من شكر حضرتك، أنا عايزة أعرف لما نقدر نقول إن إحنا أنجزنا كل اللي تم إنجازه ده،
في قد ايه، وهل كان متوقع ان احنا نوصل لهذا اللي احنا وصلنا له بهذه السرعه، ولا يعني احنا شدينا حيلنا قوي؟ لا، هو احنا شدينا حيلنا قوي قوي، لان في 10 سنين، ان حضرتك تشوف في 10 سنين كم التطوير والتحديث اللي حصل في ارض سيناء في مساحات شاسعه بهذا الشكل، ان احنا نقدر يتم انشاء هذه المصانع وانشاء المدن الجديده، مش كده وبس، وخلق الفرص العمل، مش كده وبس، انك حضرتك بتواجهي تنظيم ارهابي اكتر من 30-40 الف ارهابي كانوا مستوطنين في سيناء، ونقدر ان احنا نواجههم بهذا الشكل، ونقدر ان احنا نقضي على هذه التنظيمات الارهابيه اللي كانت مستخبيه في وسط الجبال او في السهول او في الوديان، ويتم الوصول اليهم والقضاء عليهم. يعني مصر زي ما احنا بنتكلم بنقول ان هي حربة الارهاب نيابة عن العالم كله، لان هي قدرت ان هي تقضي على هذا التنظيم نهائيا بجانب التنمية الشاملة اللي حدثت داخل الدولة. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الاهرام، نورتنا وشرفتنا. شكرا. وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير. شكرا. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، والذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس السيسي بشأن تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، مبرزا الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول تلك المساعدات دون إعاقة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الكندي الذي أكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية. وقد اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين. أكدت وزارة الخارجية أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يعد دليلا على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في تدوينة على منصة إكس أنه على المجتمع الدولي التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، مؤكدا أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره، وأن البعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، لافتة إلى أنه يقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع. أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة. وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية بالتزامن مع مدفعية الاحتلال تشن عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء. وفي وسط قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا على الأقل في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي. استقال رئيس مجلس مدينة بيرنلي وعشرة أعضاء من حزب العمال البريطاني بسبب رفض زعيمه طلب وقف إطلاق النار بغزة. وفي وقت سابق ذكر تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية أنه في الوقت الذي ينأى فيه رئيس حزب العمال البريطاني كير سترامر عن دعم وقف إطلاق النار في غزة، فإن كثيرا من أعضاء حزبه لا يشاركونه الرأي، ومن المقرر أن يجتمعوا للضغط على قيادة حزب العمال لتغيير موقفها ودعم وقف إطلاق النار، مما قد يتسبب في توسيع الانقسامات داخل الحزب ويعرض سلطة ستارمر داخله للخطر.
رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مفاوضات مع موسكو، معلنا من جهة ثانية أنه سيتم إجراء تحقيق في مقتل مجموعة جنود أوكرانيين قضوا أو قتلوا في ضربة صاروخية روسية. وذكرت أوكرانيا أنها فتحت تحقيقا جنائيا بعد أن أدى هجوم صاروخي روسي إلى مقتل عدد من الجنود خلال ما وصفته تقارير إعلامية بأنه حفل تكريم قرب خط المواجهة هذا الأسبوع. وأفادت تقارير إعلامية محلية بمقتل 20 جنديا على الأقل في هجوم وقع الجمعة الماضية أثناء تجمع عناصر اللواء لتسلم أوسمة في منطقة زابورجيا بجنوب أوكرانيا. ورياضيا، تعادل ليفربول مع مضيفه لوتون تاون بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما رفع لوتون تاون رصيده إلى 6 نقاط في المركز 17. ختام موجز 9، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. من اليوم الأول لاندلاع الحرب الهمجية ضد قطاع غزة، والدولة المصرية بتؤكد في كل مرة على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفها الرافض بشكل قاطع وحاسم لمخطط تهجير أهالي غزة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة بلقاءاته مع المسؤولين والقادة السياسيين وزعماء العالم بأنه هذا السيناريو لن يحدث أبدا، لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر بأي حال من الأحوال، وأن هذا الأمر لن يحدث. طبعا تفاصيل كثيرة جدا حول ضرورة مقاومة ومواجهة هذا السيناريو وإحياء المسار التفاوضي من جديد وعملية السلام، وده من ثوابت السياسة المصرية بأهمية إحياء عملية السلام مرة أخرى يا منى. أكيد هنتعرف على تفاصيل كتير من الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد منورنا، أهلا بك. أهلا بحضراتكم. بداية، خطورة تهجير أهالي غزة على القضية الفلسطينية نفسها، الوضع شديد الصعوبة. صحيح طبعا، زي ما حضراتكم أشرتوا يعني الهدف الرئيسي حاليا من العمليات الإسرائيلية مش بيتمثل يعني حسب ما تروج يعني السرديه الاسرائيليه في استهداف الفصائل الفلسطينيه سواء على مستوى البنى العسكريه او قيادات هذه الفصائل، وانما يعني الهدف اتسع ليشمل ما هو ابعد من ذلك متمثلا في مخطط التهجير. الحقيقه انه التصعيد الحالي مختلف عن اي تصعيد حصل من قبل ما بين الفصائل الفلسطينيه وما بين الجانب الإسرائيلي، مختلف من زاويتين، سواء كنا بنتكلم عن مستوى القصف اللي بيحصل والعنف والعمليات العسكرية اللي بتتم بحق الشعب الفلسطيني، وده واضح من خلال يعني الأزمات الإنسانية اللي تسبب فيها يعني هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع، وكم الضحايا سواء من شهداء أو جرحى أو نازحين، فضلا عن الزاوية الثانية اللي بيختلف منها هذا التصعيد عن أوجه التصعيد اللي حصلت قبل كده متمثلا في أهدافه نفسها. احنا كنا بنتكلم في يعني دورات التصعيد السابقة على عمليات إسرائيلية بتستهدف يعني بعض قادة الفصائل، الرد على بعض العمليات النوعية التي تمت من قبل الفصائل، تحقيق بعض الأهداف العملياتية البحتة، لكن احنا حاليا بنتكلم عن يعني ما هو أبعد من ذلك من خلال السعي لتصفية القضية الفلسطينية عبر أداة التهجير القسري للفلسطينيين، لأنه بكل بساطة يعني تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية أو ما تبقى من القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد ينسف مسار السلام العادل اللي طبعا بيقوم على حل الدولتين بالأساس.
فلو حصل تهجير فده طبعا بيمثل يعني نسف للقضية الفلسطينية. والحقيقة أنه الموقف المصري يعني كان أكد على ده، وكان الرفض المصري لمخطط التهجير بيأتي أولا وقبل كل شيء يعني انطلاقا من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة وفق الحدود التي أقرتها الشرعية الدولية. لكن الواضح يعني حتى اللحظة من الواقع الميداني في فلسطين أنه الجانب الإسرائيلي مستمر في هذا المخطط منذ الساعة الأولى. طب هل ده يفسر يعني امبارح لو تابعنا التصريحات اللي خرجت على لسان الناطق العسكري الإسرائيلي بأنه القوات الإسرائيلية نجحت في تطويق قطاع غزة وفصل غزة إلى ما يعرف بغزة شمال وغزة جنوب؟ يعني الآن تم الفصل الكامل شطري غزة شمالا وجنوبا، والدعاوى الإسرائيلية أو دعوات الجانب الإسرائيلي لأهلنا في قطاع غزة بالاتجاه جنوبا من الشمال اللي هي مسرح العمليات إلى الجنوب إلى وادي غزة. هل ده خطوات في هذا السيناريو دفع الفلسطينيين أو دفع أهلنا في غزة من الشمال إلى الجنوب، ومن ثم خطوة أخرى في هذا السيناريو دفعهم إلى مصر؟ صحيح، زي ما حضرتك أشرت يعني تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أمس كانت لافتة. يعني هي الحقيقة بعيدا عن مدى واقعيتها، يعني لأنه كمان إحنا عندنا مشكلة في التصعيد الراهن متمثلة في قطع منظومة الاتصالات عن قطاع غزة، ففي إشكال فيما يتعلق بالحصول على المعلومة نفسها خصوصا فيما يتعلق بالتصعيد الميداني، فضلا عن أنه في بعض الأوقات بيكون في مبالغة في الرواية الإسرائيلية، وده بيكون طبعا أمر له اعتباراته النفسية اللي بيسعى الجانب الإسرائيلي تدخل في إطار الحرب النفسية والدعاية، خصوصا أنه كمان الطبيعي والمنطقي أنه يعني في حالة الجيش النظامي زي الجيش الإسرائيلي هيواجه صعوبات في حرب كحرب قطاع غزة. لكن طبعا تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الواقع الميداني بيؤكدها، بيؤكد على الأقل سعي الجيش الإسرائيلي لتحقيق هذا التطويق لقطاع غزة. احنا عندنا العمليات ابتدت يعني فيما بعد 7 أكتوبر من ناحية الشمال، سواء من الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، وبعد كده يعني ده طبعا بعد مرحلة القصف الجوي العنيف. يعني العمليات البرية ابتدت من يوم 27 أكتوبر، احنا بنتكلم في حوالي يعني أسبوع تقريبا يعني على بدء العمليات البرية. ابتدت العمليات البرية من ناحية الشمال سواء الشمال الشرقي أو الشمال الغربي، مرورا بمحور الوسط والسعي للوصول إلى طريق الرشيد الساحلي بعد طبعا السيطرة على محور صلاح الدين في الوسط. في الوسط طبعا كان المخطط ده بيعكس فعلا جدية الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بعزل شمال القطاع عن جنوبه، وأعتقد أنه هذا الهدف أو المسعى الإسرائيلي بيستهدف تحقيق بعض الأهداف النوعية، سواء الأهداف الآنية المرتبطة بالعمليات نفسها أو الأهداف المستقبلية أو الاستراتيجية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لو هنتكلم على المستوى الآني فإحنا عندنا السعي لفصل منطقة الشمال عن منطقة الجنوب والوسط طبعا، أعتقد أنه ده بيخدم على العملية البرية الإسرائيلية نفسها، بمعنى أنه التقديرات الإسرائيلية أو حتى الأمريكية بتتكلم عن أنه أكبر مشكلة بتواجه الجانب الإسرائيلي هي مسألة الأنفاق، ووفقا للسردية الإسرائيلية فمعظم الأنفاق دي موجودة في منتصف قطاع غزة، وطبعا الأنفاق دي برضو السردية الإسرائيلية بتروج لأنه هذه الأنفاق بتحوي من جانب قادة حماس معظم قادة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، فضلا عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل. وبالتالي فعزل منطقة الشمال وتدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية في منطقة الشمال وجعلها يعني منطقة على الأقل على المدى القريب بتحظى بسيطرة وانتشار كبير من الجيش الإسرائيلي، ده هيمهد في مرحلة قريبة للتوسع في العمليات البرية في منطقة الوسط واستهداف البنى التحتية للفصائل.
كمان، لكن الأهم كمان أنه السعي لعزل منطقة الشمال. إحنا لو بصينا على مخطط التهجير الإسرائيلي هنلاقي أنه كان النطاق الجغرافي الرئيسي المستهدف من هذه العملية هو نطاق الشمال، بمعنى أنه كان التركيز حتى في جهود أو ممارسات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين تم التركيز على منطقة الشمال من خلال تكثيف القصف الجوي والمدفعي على مناطق الشمال، من خلال رسائل التحذير المستمرة اللي بتصل لسكان الشمال. وأعتقد أنه ده الارتباط كمان بأنه إسرائيل بتسعى لتوسيع منطقة غلاف غزة لتشمل المنطقة الموجودة حاليا فضلا عن منطقة الشمال. كمان يعني أعتقد أنه فكرة استهداف، يعني إحنا عندنا الأيام اللي فاتت توسع في استهداف المستشفيات في داخل قطاع غزة، المستشفى الاندونيسي امبارح، قبلها مجزره في مجمع الشفاء. تحت هذه المستشفيات في مقرات قاده حماس، يعني صحيح. حتى الروايه او السرديه الاسرائيليه بالامس كانوا بيتحدثوا عن ذلك، انه صحيح. تحت مستشفى الشفاء في مقر قياده لحماس. صحيح. لكن الواقع الميداني بيقول بعيدا عن السرديه الاسرائيليه انه يعني استهداف المستشفيات ده جزء مهم ورئيسي من مخطط التهجير، على اعتبار أنه هذه المستشفيات مش بس بتأوي الجرحى أو المصابين، هي بتأوي كمان آلاف النازحين اللي بيحتموا في هذه المستشفيات اقتناعا بأن القصف الإسرائيلي لن يصيب هذه المستشفيات. وأصلا كان الدعوات لي يعني أو تكثيف القصف على المستشفيات ده جنبا إلى جنب مع بعض المؤشرات اللي تعكس أنه ده جزء من مخطط التهجير. طيب استمرارا لمخطط التهجير اللي بتسعى عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، هناك يعني أقاويل متداولة عن استخدام قوات الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا. طبعا ده موجود، والعديد من المنظمات الدولية تكلمت عنه بشكل واضح. يعني أعتقد أن إسرائيل تجاوزت حتى استخدام بعض الأسلحة يعني اللي بتوصف بأنها يعني زي ما تكلمت الولايات المتحدة الأمريكية أنه إسرائيل بتستخدم قنابل يعني غير مناسبة لطبيعة العملية نفسها أو غيره، على اعتبار أن هي بتشن حرب على نطاق جغرافي بيحوي مدنيين، يعني مش معركة ما بين جيشين نظاميين، لا، إسرائيل تمادت لده للتلويح باستخدام الأسلحة النووية. يعني هو بعيدا عن الإدانة اللي حصلت من بعض الدوائر الإسرائيلية للتصريحات اللي صدرت عن وزير التراث الإسرائيلي أمس، أو إعلان نتنياهو عن التعطي أو تجميد أنشطته في الحكومة مؤقتا لحين بحث الأمر أو غيره، لا، أعتقد أنه التصريح بتاع أمس ده نوع من الرسائل التحذيرية أو التلويح يؤخذ على محمل الجد. هو طبعا تصريح كاشف أنه إسرائيل تمتلك ترسانة نووية طبعًا. اللي هي دايما بتنفي على مدار السنين اللي فاتت أنها تملك سلاح نووي، صحيح، وتتهرب من أي اتفاقية للحد من التسليح النووي في المنطقة. فهو بيقول أنه من المحتمل ضرب اللي هو السيد إله وزير التراث الإسرائيلي ضرب غزة، وده مقترح بقنبلة نووية. ده بيدخل في إطار الحرب النفسية ولا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد بعض الشيء منه؟ في أصوات متطرفة بتزيد من يعني الحرب أو تزيد من أتون الحرب زي ما بيقول. أعتقد أنه حتى لو كان التصريح في إطار التلويح أو إرسال رسائل تستهدف الضغط النفسي أو غيره، إلا أن التصريح لازم يؤخذ على محمل الجد لأكثر من سبب. يعني في القلب منها أن احنا بنتعامل مع سلطة أو حكومة إسرائيلية يعني متطرفة فقدت رشدها تماما. يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية يعني حتى مش بتنظر لكم الخسائر اللي بتتكبدها بسبب هذا التصعيد. يعني مش بس كم الجرائم اللي بترتكب ولا الرضوخ التصريح في حد ذاته لو تقسم، هو يعني التصريح نفسه يحتوي على أكثر من جريمة، أنه في أسلحة نووية، صحيح. التهديد بالأسلحة النووية، التهديد صحيح. باستخدامها وفي إبادة البشر. يعني إحنا بنتكلم في أنه وأعتقد أنه ده كمان وأعتقد أنه ده كمان ممكن يبقى نقطة انطلاق لبعض الأطراف العربية والإقليمية
للضغط على الجانب الإسرائيلي، فضلا عن التحرك من أجل منع سيناريو من هذا القبيل، حتى وإن كانت احتمالية حدوثه تظل ضئيلة يعني. لكن كمان يعني أعتقد أنه التلويح بهذا النوع من التهديدات أو غيره هو بيستهدف الردع والتخويف، زي ما بتعمل حتى الولايات المتحدة دلوقتي. احنا عندنا حشد عسكري أمريكي كبير جدا، لكن أعتقد أنه الحشد ده مش هدفه استخدام هذه الردع، ولكن رسالة الردع لبعض الأطراف صحيح. الإقليمية. طب هستأذنك هنرجع لحضرتك طبعا نكمل الحوار، لكن زي ما تكلمنا في بداية الحلقة النهاردة عن تقرير الهلال الأحمر اللي رصد حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة من دول ومنظمات عربية وأجنبية. تقرير كشف بشكل مباشر أن مصر بتأتي في مقدمة الدول المانحة للمساعدات القطاع، هي الدولة رقم واحد بحجم مساعدات يصل إلى 5208 طن، اللي تراوحت ما بين المساعدات الغذائية والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية. احنا كمان مطار العريش استقبل 78 طيارة شحن عليها أكثر من 1730 طن مساعدات إغاثية متنوعة لصالح أشقائنا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم ولغاية دلوقتي. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء. دكتور خالد أهلا وسهلا بيك، ربنا يسلمكم بداية. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك دكتور خالد. أبرز المساعدات اللي قدمتها مصر لقطاع غزة من بداية الأزمة وحجم المساعدات دي لغاية دلوقتي. والله يمكن في البداية إحنا بداية من يوم 8 أكتوبر والحمد لله استطعنا أن إحنا تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وأصدقائنا من المنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني وحياة كريمة وكافة المؤسسات الموجودة في مصر، وزي ما ذكرت حضرتك في التقرير أنه فعلا المساعدات اللي قدمتها مصر تفوق المساعدات اللي قدمت من الدول العربية الشقيقة. ويمكن مطار العريش الدولي ما زال يستقبل العديد والعديد من الطائرات، اللي عايز أقول هنا شهادة حق في لشباب الهلال الأحمر المصري اللي بيعملوا الليل بالنهار. ويمكن لما احنا رصدنا عدد ساعات العمل الخاصة بهؤلاء الشباب وهم يفوق عددهم 600 شاب من شمال سيناء ومن مختلف محافظات الجمهورية، وجدنا يفوق 80,000 ساعة عمل متواصلة الليل بالنهار، بداية من تفريغ الطائرات وحتى إعادة شحنها في مخازن ثم إعادة توصيلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ويمكن إحنا في تعاون وثيق ومستمر ما بين التحالفات الوطنية وحياة كريمة وبنك الطعام ومصر وكل المؤسسات اللي موجودة عندنا في اللي تعمل على أرض الواقع، حتى في طريقة التعامل مع ذوي المصابين والجرحى اللي وصلوا المستشفيات. احنا بننسق الجهود مع بعض، بنعمل إدارة للأزمة في توزيع المهام، ده مسؤول عن الأكل وده مسؤول عن الأدوية وده مسؤول عن الدعم النفسي والاجتماعي. ويمكن هنا بتتمثل دايما عظمة المصريين وقد ايه هم ما بيفرقش معاهم مين اللي بيعمل الحاجة على قد ما هي الحاجة تتقدم. زائد انه المواطن البسيط كمان والستة المصرية البسيطة جيلنا على فرع الهلال الأحمر بتقول لك والله أنا عايز أتطوع، أنا عايز أساهم بأبسط أنواع الحاجات وأبسط الاحتياجات وأبسط حتى أنواع الدعم. يعني يمكن أنا جاني واحد عمره 60 سنة بقول لي والله أنا بعرف أسوق وعايز أتطوع أسوق معاكم كده إيه الشواحن ولا العربيات عشان خاطر أعمل حاجة لأخواتنا في فلسطين. هو ده اللي بيحصل. وخلينا نقول ان احنا برضو بنطالب بنبعث من عندكم رسالة تضامن لاخواتنا من الهلال الاحمر الفلسطيني اللي قد ايه بيعانوا وفي العمل في قطاع غزة، وبنطالب كل المجتمعات الدولية بتطبيق القانون الدولي الانساني والحفاظ على ارواح زملائنا من الهلال الأحمر الفلسطيني. ربنا يسلمكم يا رب ويشد على قلوبكم كده وعلى ايديكم. يعني بنشكركم شكرا جزيلا طبعا كل المتطوعين وكل فريق الهلال الأحمر المصري والفلسطيني وكل شاب بيتطوع والتحالف التنموي للعمل الأهلي، بنشكركم شكرا جزيلا على كل هذه الجهود العظيمة والمقدرة. دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، شكرا جزيلا لحضرتك.
نرجع مرة تانية لضيفنا أستاذ محمد فوزي، وكنا بنتكلم على سيناريو التهجير اللي هو مرفوض تماما مصريا من اليوم الأول. إلى أي مدى التصميم المصري على رفض هذا السيناريو عدل في بعض المواقف الغربية اللي كانت في بعض الأحيان بتتبنى مثل هذا السيناريو من خلال الاتصالات المكثفة، من خلال البيانات حتى العربية الموحدة، سواء في البيان الدول التسع العربية، البيان الشهير، أو الحديث عن مؤتمر القاهرة للسلام، في رفض كامل. صح. إلى أي مدى ده عدل شوية من وجهة النظر الغربية تجاه هذا السيناريو؟ يعني زي ما حضرتك أشرت، كانت الدولة المصرية من بداية التصعيد تبنت مقاربة يعني متعددة الأبعاد والمسارات. المقاربة المصرية كانت بتنطلق من الثوابت في تعامل مصر مع هذا الملف أو هذا التصعيد. الثوابت دي بيتم ترجمتها في صورة تحركات، والتحركات دي والثوابت بتنطلق من الإدراك المصري لبعض التهديدات. يعني لو احنا نتكلم على الثوابت المصرية تجاه هذا التصعيد، فمصر انطلقت في تعاملها مع هذا التصعيد من بعض الثوابت الرئيسية، وعلى رأسها طبعا كان رفض مخطط التهجير، خصوصا مع توسع سياسات إسرائيل في هذا الصدد. كمان كان من ضمن الثوابت المصرية في هذا التصعيد هو التأكيد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق صحيح. النار واستدامة إدخال المساعدات الإنسانية. مصر ترجمت يعني هذه الثوابت في شكل مجموعة من التحركات، سواء كنا بنتكلم عن تحركات سياسية أو تحركات على المستوى الإنساني. تحركات سياسية متمثلة في التنسيق الثنائي، سواء مع طرفي الأزمة المباشرين أو مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة أو المنخرطة فيها، وده كان تجسد كمان بشكل واضح في قمة القاهرة للسلام. وأعتقد أنه يعني أهمية قمة القاهرة كانت بترتبط بجمع العديد من الأطراف الدولية اللي مش بالضرورة متفقة حول هذا الملف أو لديها بعض التباينات على طاولة مباحثات ومناقشات. وهما ظهر جليا، وشفنا قد إيه صحيح. نجح الموقف المصري صحيح. الثابت والراسخ في تعديل رؤية أو وجهة نظر كثير من الدول، على الأقل إنسانيا صحيح. تجاه العدوان على أهلنا في قطاع غزة. كل الشكر ليك الأستاذ محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نورتنا، أهلا بك. شكرا يا فندم، صباح الخير على حضرتك. نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. اللي بيحصل في غزة من دمار وقتل وقصف للبيوت والمساجد وكمان الكنائس والمستشفيات بيوصلنا لمرحلة صعبة جدا، بنقدر نقول ان احنا مش عارفين نوصف، مش قادرين نحتمل، مرحلة شديدة الصعوبة، مش عارفين اللي جاي بعد كده هيبقى عامل ازاي، مش عارفين يعني قوات الاحتلال ممكن توصل لايه، قوات الاحتلال هدفها ايه. اعتقد ان هي في المرحلة دي بتهدف للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين للاراضي المصرية في سيناء. المخطط ده الدولة المصرية بترفضه وبترفض تصفية القضية الفلسطينية، وأعتقد احنا شفنا ده على مدار الثلاثين يوم اللي فاتوا بمنتهى الشدة وبمنتهى الحسم. الموقف المصري واضح، لا أبدا سماح بالاعتداء على الحدود المصرية بأي شكل من الأشكال، لا مجال أبدا يعني ضياع القضية الفلسطينية. صح منا، يعني شهر كامل مر على اندلاع الحرب ضد غزة، آلة القتل الوحشية مستمرة لحظة بلحظة، مجازر بترتكب، آخرها المجازر اللي تابعناها امبارح أو تابعها العالم كله، استهداف المستشفيات بشكل مباشر بالإضافة لاستهداف المدنيين والطرق والمنشآت الصحية والملاجئ والأماكن اللي بيلجأ إليها إخواتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، آلة حرب جهنمية ومستمرة على مدار اللحظة. بمزيد من القراءة الوافية لآخر التطورات على صعيد هذه الحرب بينضم إلينا في الاستوديو دكتور جمال جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية. صباح الخير دكتور جهاد. صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين الكرام. شهر بالتمام والكمال، شهر مر على بدء هذه الحرب الهمجية ضد قطاع غزة،
في اليوم الأول أعلنت إسرائيل أنه في هدفين أساسيين. الهدف الأول هو القضاء بشكل كامل على حركة حماس وبشكل نهائي. الهدف الثاني هو استعادة الرهائن أو المحتجزين لدى حركة حماس. هل تحقق أي شيء من هذين الهدفين بعد شهر كامل؟ يعني أعتقد بأن حكومة نتنياهو هي لا زالت تعيش في أوهام كبيرة، وإنما تضع أهداف غير قابلة للتحقيق أو التنفيذ رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لأنها هي تشن حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني وليست تحقيق أهداف، أو ليس لديها حتى خطة محتملة أو موضوعة لتنفيذ مثل هذه الأهداف. نتعامل مع الأهداف التي وضعتها حكومة الاحتلال. أولا فيما يتعلق بقضية القضاء على حماس، حماس هي ليست أشخاص، وإنما حماس هي فكرة موجودة من سواء ما بين المواطنين أو موجودة بالخارج أو موجودة في أكثر من مكان. ولذلك عندما وضع نتنياهو هذا الهدف البعيد هو فقط لإتاحة لنفسه أكبر مجال أو أكبر وقت لارتكاب المزيد من المجازر أو إيقاع عدد أكبر من الضحايا ومن الشهداء الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية. لأنه في سياق هذا الحديث الذي تحدث به نتنياهو حول أهداف هذه العملية قال بأننا يجب علينا أن نعيد قطاع غزة إلى 50 عاما ما قبل، وهو يدمر بهذا الطريقة. لأن يبدو بأن بنك أهداف نتنياهو الذي قام بوضعه هو عبارة عن الأطفال والنساء والشيوخ والمباني أو الأعيان المدنية والطبية والثقافية والدينية فقط، هذا بنك الأهداف الذي وضعه نتنياهو. ما يتعلق بقضية المقاومة أو استعادة الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى المقاومة هو لم ينجح حتى اللحظة، ونحن نتجاوز شهر، نحن 31 يوم حتى اللحظة على هذه الحرب، لم يستطع فعل شيء، وإنما هو فقط يستهدف إيقاع أكبر قدر من القتلى من أبناء الشعب الفلسطيني، لأن حجم المجازر التي نجدها والتي ترتكب بشكل يومي بحق هؤلاء المواطنين الأبرياء هي خير دليل وخير شاهد بأن ليس لدى نتنياهو بنك أهداف أو ليس لديه خطة. وهذا ما تحدثت فيه الإدارة الأمريكية، عندما تحدثت الإدارة الأمريكية وقالت بأن لا يوجد خطة لدى نتنياهو ولدى الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالعملية العسكرية، كانوا يتحدثون عن الحرب البرية، قالوا بأننا سنذهب للحرب البرية وندخل ونحرر الرهائن كما يدعون. هذا الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة، هم فقط مارسوا عمليات القتل وعمليات التدمير لكل ما هو فلسطيني على الأرض. في عملية اقتحاماتهم التي يقوموا بها ما بين الفينة والأخرى ومحاولة قطع أو تقسيم قطاع غزة إلى نصفين، غزة والشمال والجنوب، هذا الأمر هو فقط كما يقولوا باللغة العسكرية محاولة وضع الكماشة على الشعب الفلسطيني. بالمقابل هو يحاول الاختراق، يضرب من الجو بالطائرات، يقصف من الجو وبالمدفعية الثقيلة من البر والدبابات ومن البحر بالزوارق البحرية. ما هي حجم الخسائر التي أوقعها بالمقاومة حتى اللحظة؟ هذا السؤال الذي يجب أن يجيب عليه نتنياهو. ولكن ما حجم الخسائر التي أوقعها بالمدنيين الأبرياء بالأعيان؟ عندما يتم استهداف المستشفيات وهي أعيان طبية محمية بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، سواء في المادة 18 المادة 27 وضمن إطاقة نظام روما الضابط لمحكمة الجنايات الدولية في المادة 8 تحدث عن حماية كاملة توفر للأعيان المدنية والأعيان الطبية خاصة. لكن هو ماذا يفعل؟ هو يستهدف المستشفيات تحت ذرائع واهية لا أساس لها من الصحة. هناك خطة منهجة بيتبعها نتنياهو منذ سنوات، وهي تصفية البنية التحتية وهدم البنية التحتية تماما لقطاع غزة وفصلها عن العالم المحيط بها تكنولوجيا. يعني أعتقد من البقاع القليلة جدا في العالم كله اللي ما زالت بتستخدم شرائح تليفون 2G هي قطاع غزة. شفنا منذ عدة سنوات المبادرة المصرية ب 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وإحنا في صباح الخير يا مصر الزملاء هدير ومحمد الشاذلي راحوا وتابعوا هناك على الأرض ماذا يحدث. كل ما يحصل إعادة إعمار، كل ما يحصل استثمار، يصر جيش الاحتلال على دك هذا إعادة الإعمار بالأرض.
يعني هذا الذي يجب أن يطلع عليه المشاهد، بأن هناك هدف إسرائيلي بعدم وجود دولة فلسطينية، وهي ضرب كافة المؤسسات الفلسطينية التي هي تؤسس لدولة فلسطينية. ولذلك عندما نتحدث عن قضية إعادة الإعمار، تم إعادة الإعمار في 2008-2009 بعد العدوان الذي شهده 2012-2014-2018-2020-2021، وهي الحرب الأكبر التي كانت جزء كبير، ولكن يبدو الحرب هذه أكبر منها بكثير، لأن في هذه في حرب 2021 العدوان الذي شن على قطاع غزة كانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بمبادرة 500 مليون دولار، والتي أعلن من فرنسا عندما كان في زيارة للرئيس الفرنسي أعلن عن هذه المبادرة. دولة الاحتلال تريد تدمير كل ما يتعلق بهذا الأمر، لذلك مصر سعت منذ بداية هذه الأزمة من يوم 7 أكتوبر للعمل على عدة مسارات. المسار الأول هو مسار إغاثي ومسار إنساني والعمل على وقف إطلاق النار، والمسار الآخر هو مسار سياسي لإدراك مصر بأن ليس في كل عام سنعالج الأمراض أو الأعراض وما ينتج عن المرض الحقيقي أو جذور المشكلة الحقيقية المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي. من هنا كانت الرؤية المصرية بضرورة علينا أن نعالج المشكلة من جذورها ونقضي على المرض. المرض يتمثل بماذا؟ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لأنه لا يعقل في كل عام يكون هناك حربا، يكون هناك تداعيات دولية، فتح ممرات إنسانية وإغاثية ومؤتمر لإعادة الإعمار ومؤتمر لإعادة الإعمار، وحتى يعني لنكون واضحين في هذه القضية، ما دمر الاحتلال في عام 2014 لم يتم إعادة إعماره، ولكن عندما تتحدث مصر في ظروف كانت مصر تمر بها بوضع اقتصادي صعب، كانت هي أحوج لهذه المبادرة، ولكن فضلت مصر فلسطين عليها، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكور بالإعلان عن هذه المبادرة لبناء مدن سكنية لما دمر في من أراضي. وكانت حتى الرؤية المصرية دكتور جهاد هي فكرة الحل الدولتين، يعني الحل إحياء السلام أو المسار التفاوضي من جديد، لأن هذا هو جذر المشكلة. فكرة دخول في حرب، خمس حروب تدخلها غزة، ثم مؤتمرات لإعادة الإعمار، والآن بنسمع عن باريس بتدعو ليه مؤتمر للمانحين في يوم 9 هذا الشهر، كأنها دورة تتكرر في كل مرة. عايز أرجع مع حضرتك لجانب مهم جدا، هو السلوك الإسرائيلي كيف تفسره بعين المحلل السياسي، لأنه إسرائيل ترفض تماما، نتنياهو يرفض تماما وقف إطلاق النار ويرفض أي هدنة إنسانية الآن، ويضع شرطا كأنه يضع السقف الأعلى، لا وقف لإطلاق النار إلا بعد استعادة الرهائن والأسرى دون أي قيد أو شرط، لا يسمع أي صوت من أصوات المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية معه في عدم إيقاف إطلاق النار لحتى لا تعيد حماس أوراقها من جديد. نحن أمام أزمة، يعني سنظل هكذا حتى يتم الرضوخ مثلا لما يريد نتنياهو بالإفراج عن كافة الأسرى حتى نرى وقفا لإطلاق النار؟ يعني أعتقد بأن سلوك نتنياهو هو يهدف إلى مجموعة من الأهداف. أولا، نتنياهو يريد إطالة أمد العملية العسكرية، لأنه يدرك جيدا بانتهاء العملية العسكرية سيذهب إلى المحاكمة وإلى السجن على قضايا الفساد، بالإضافة إلى إخفاقاته التي يتحمل المسؤولية الكبرى فيما حدث يوم 7 أكتوبر من خلال اللجان التي تتشكل. ثانيا، انقسام المجتمع الإسرائيلي، شاهدنا قبل عملية 7 أكتوبر كان هناك انقسام كبير بداخل المجتمع الإسرائيلي، هذا الانقسام تمثل بالمظاهرات والمواجهات التي كانت بداخل دولة الاحتلال رفضا للتعديلات القضائية أو التغول على القضاء الإسرائيلي. نتنياهو بدأ يفقد أو بدأ يعيش في حالة من العزلة في إطار السياق الدولي نتيجة إسقاط الرواية الإسرائيلية والرواية التي كانت تمرر للعالم والتي كانت تضلل العالم بأنها هي الدولة المضطهدة، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، هي الدولة التي تحافظ على حقوق الإنسان. حتى خرج نتنياهو قبل أيام وتبجح وقال بأن جيشه هو الجيش الأخلاقي في المنطقة. هذه الأهداف دفعت نتنياهو لأن إطالة أمد العملية، ولذلك هو عندما يقول بأنه لا وقف لإطلاق النار إلا بعودة الرهائن المحتجزين، وهو يدرك جيدا بأنه لا يمكن بهذا الحل أو بهذه الطريقة أن يتم عملية إيقاف إطلاق النار، لكن هو يرغب إيقاع أكبر قدر من القتلى الفلسطينيين حتى يعود بنصر زائف إلى شعبه ويقول لهم بأنني حققت نصر.
النصر يتمثل بماذا؟ بإبادة أو تدمير كامل لكافة المؤسسات للبنية التحتية، بقتل عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني والإصابات في هذا السياق. هو نتنياهو يريد هذا المخطط. ليه نتنياهو بيسعى لكده؟ عايز يرجع يرد على شعبه ويقول لهم كده ليه؟ هو عارف كويس قوي، هو ولا يخفى على أحد أنه انتهى سياسيا تماما، فهو بيسعى لإيه؟ هو الموضوع منتهي. هو يريد ألا يخشى ألا يحاكم كمجرم حرب؟ هو يريد أن يحافظ على بقائه. قضية محاكمته كمجرم حرب هذا يمكن البناء عليه مستقبلا، ولكن في ظل محاولة شرعنة الجريمة الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي تساند دولة الاحتلال ولا تستطيع أن تملي عليها بإنهاء سياسة العقاب الجماعي المتمثلة بمنع الكهرباء والمياه والوقود وعدم إدخال الوقود للمستشفيات وقصف المستشفيات وتدميرها، إذن نحن أمام حالة من التغول الإسرائيلي بغطاء محاولة شرعنة هذه الجريمة. ورأينا الولايات المتحدة الأمريكية كيف قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يحاول شرعنة الجريمة الإسرائيلية تحت ما يسمى حق الدفاع الشرعي، وكأن إسرائيل هي أصبحت الضحية صحيح. والشعب الفلسطيني هو الجلاد. هذا الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع بأن نتنياهو متغول في هذا السياق، وهذا ليس نابع فقط من نتنياهو بل من ائتلاف الحكومة الذي هو يشهد أكثر حكومة يمنية متطرفة. قد يكون هو أكثرهم اعتدالا في هذه الحكومة. حتى يخرج بالأمس وزير التراث عمحاي الياهو يقول ماذا؟ يقول يجب علينا أن نلقي قنبلة نووية على قطاع غزة ونمسح قطاع غزة، ويخرج أعضاء كنيسة آخرين ليؤيدوا الفكرة ويقولوا ليس هناك مدنيين لدى الشعب الفلسطيني، الأطفال يجب أن يقتلوا قبل الكبار. دي مرحلة من مراحل الجنون، يعني هو وصل إلى مرحلة هي مرحلة الهستيريا والجنون التي أصابت حكومة الاحتلال وأصابت جيشه في عملية الإبادة التي يرتكبها. هل كان يتوقع الجانب الإسرائيلي هذا الصمود الأسطوري لأفراد المقاومة؟ يعني إحنا بنشوف التصريحات حتى الإسرائيلية على لسان الناطق الإسرائيلي أو وزير الدفاع جالنت بالأمس وأول أمس يتحدث أنه نحن نذرف الدموع ونحن أمام أيام صعبة وأمد الحرب يمكن أن يصل إلى عام كامل وسنة كاملة وهناك حرب ضارية وحقيقية على الأرض. كيف تفسر سلوك أفراد المقاومة في غزة؟ لأنه الشارع العربي والإسلامي يرى أنه ده حائط صد مهم جداً ما يقوم به أفراد المقاومة على الأرض في غزة. هي قبل أفراد المقاومة الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك على الأرض، الذي المرأة التي تحمل طفلها الشهيد وتقوم هي بتكفينه والذهاب لدفنه، الأب الذي ينتشل أطفاله وأشلاء أطفاله من تحت الأنقاض، هي صورة الصمود الفلسطيني على الأرض والتمسك بالأرض لترد على كافة المزودين أو كل من يطرح بمشروع التهجير أو غير ذلك من المشاريع. قضية المقاومة الفلسطينية، الحرب العسكرية هي تعتمد على مجموعة من مخططات. نحن أولا الجيش الإسرائيلي هو ليس مقابل جيش نظامي لتكون هناك قواعد الحرب، هناك ما يسمى بالحرب الشعبية أو حرب الشوارع فيما يتعلق بالمصطلحات العسكرية، والتي تعتمد على حالة التنقل، على القدرة على التخفي. الأرض دايما بتكون في صالح شعبها وأهلها، الأرض بتحارب أهلها. هم الأدرى بجغرافية المكان، هم الأدرى بالأماكن الخروج والدخول، هم الأدرى بكل ما يتعلق بهذه. ولكن إسرائيل ماذا تستخدم؟ تستخدم سياسة الأرض المحروقة، أي بمعنى تدمير كامل، عندما تقوم بتدمير مربعات سكنية بأكملها، عندما تزيل مناطق عن الخارطة، تبيد عائلات بمعنى الكلمة. هذه السياسة التي تستخدمها دولة الاحتلال في محاولة لهز الثقة والإرادة لدى المواطن الفلسطيني ولدى المقاومة الفلسطينية لن تنجح في ذلك، لأن الشعب الفلسطيني عندما دعت إسرائيل المواطنين للانتقال من شمال غزة ومن غزة إلى الجنوب، أنا أقول لك بأن هناك من ذهب إلى الجنوب وعاد إلى بيته. هناك أكثر، حاولت إسرائيل تهجير 1,400,000 مواطن من شمال غزة ومن غزة إلى الجنوب، لا يوجد هناك متسع لاستيعاب مثل هذا العدد من الأفراد، ولذلك بقي أكثر من 70% هم في منازلهم. لذلك نجد مجازر جباليا التي ترتكب في جباليا، المجازر في الشجاعية، في حي الزيتون، في تل الهوى، هي مناطق في مدينة غزة وفي شمال غزة، بمعنى أن المواطنين متمسكين في أماكنهم وفي بيوتهم، ولم يقبلوا بفكرة التهجير الكذبة أو التي تحاول خلق كذب. ولذلك عندما يتحدث أو تتحدث دول أوروبية وتحدث بايدن وكيربي منسق أو الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ويقول علينا أن نفتح ممر إنساني لخروج
المواطنين. هذا الأمر هو مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الشعب الفلسطيني، لأن معاناة 75 عام شاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني ولم تحل. هل يريدوا تحقيق معاناة جديدة أو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني؟ أعتقد أنها كلها تصريحات للاستهلاك الإعلامي أكثر منها أي شيء آخر دكتور، لأن بمنتهى البساطة كل شوية بنسمع تصريحات لا تمت للواقع بصلة، عن استخدام أسلحة نووية، عن أو التلويح باستخدامها والتهديد بها، عن أن الحرب قد تستمر لمدة عام. هل يستطيع فعلا جيش الاحتلال الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي أن يقوم بالاستمرار في الحرب لمدة عام؟ هل يتحمل اقتصاديا أصلا؟ وكل الناس اللي موجودة في جيش الاحتلال هم أصلا من العاملين داخل الدولة الإسرائيلية، فإزاي يعني هيقدر يتوقف عن الإنتاج لمدة عام كامل حتى وإن تم دعمه بكل ما أوتي من قوة من دعم من العالم؟ يعني أعتقد بأن إسرائيل من أصحاب النفس القصير في المعارك، وهي تريد دعم تقصير مدة المعركة ضمن تحقيق مجموعة من الأهداف، لأن إسرائيل تدرك جيدا حجم الخسائر اليومية للاحتلال طبعا. يتجاوز ما يقرب مليار دولار كل يومين، وهناك دراسة بالأمس نشرت تقول بأن حجم الخسائر الإسرائيلية المقدرة للحرب الإسرائيلية تتجاوز 51 مليار صحيح. دولار. هذا جزء. الجزء الآخر، إسرائيل هي تدرك جيدا بأنه لا يمكن إفناء الشعب الفلسطيني ولا يمكن القضاء على الشعب الفلسطيني، وكافة مخططات الوطن البديل فشلت وستفشل. ولذلك هذا الأمر أعتقد بأن إسرائيل فكرة دخولها حرب لمدة عام هي غير قابلة للتنفيذ وليست بحقيقة يمكن إثباتها على الأرض. بالمقابل الشعب الفلسطيني ما عنده، ليس لديه ما يخسره. في كل يوم بعد مرور شهر من الحرب بتزداد حالة التعاطف العالمي، يعني بنشوف يوميا تظاهرات ضخمة جدا بتخرج في كبريات العواصم في العالم، في واشنطن، في لندن، في برلين، يعني من أقصى الأرض إلى أقصاها. كيف تراهن دكتور جهاد على هذه الحالة الشعبية أن تكون ورقة ضغط على القادة وأن يستجيب قادة بعض هذه الدول لنداء الشعوب بأنه هذه قضية عادلة وإنسانية ويجب أن حتى لا ننحاز إليها بشكل مباشر لكن نعمل على التهدئة فيها؟ يعني أعتقد بأن هذا الأمر قد نجح نجاحا كبيرا، لأننا في اليومين الأولين للعملية كان هناك حالة من التعاطف الكبير مع دولة الاحتلال وما جرى في عملية يوم 7 أكتوبر، ولكن عندما بدأت تنقل الصورة بشكل حقيقي والرواية تنقل بشكل حقيقي وتنقل حجم الكوارث والمجازر التي ترتكب من قبل دولة الاحتلال، هذا الأمر الذي دفع لأن يكون هناك حالة من الحراك الشعبي لدى كافة الدول. نتحدث عن بريطانيا التي كانت تمنع المظاهرات يخرج بها أكثر من 350 ألف، تتحدث عن واشنطن المظاهرة التي خرجت فيها التي تتجاوز 150 ألف، تتحدث عن حالة الاعتصام بداخل الكونغرس الأمريكي، مقاطعة بلينكن أمام لجنة مجلس الشيوخ في من قبل المتضارب. بمعنى هناك حالة من الحراك التي تستطيع من خلالها إيصال الصوت، وهذا يبنى عليه فيما يتعلق بالقرارات والمواقف التي تغيرت. شاهدنا في اجتماع المجموعة الأوروبية حجم هذا الضغط. شكرا شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على حضرتك. شكرا. مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات، خلصت حلقتنا، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.